نذير بشير، وكيل بغيت تكلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى السلام وبركاته. الله عليكم. السلام الله. مشكورين على هذه الخدمة الجليلة اللي تقوموا بها. بغيت نسولكم، عفاك تيبان لي اونجستغمون ديال هذه المحاضرة، واش فين ممكن أننا نقلبوا على هذه الانجستغمون إلا بغيناهم؟ لكن واش اي تيتلاحوا في بالنسبه الفيسبوك، في للتسجيل صفحة ديال الفيسبوك استاذ، ولا اي في بالنسبه القناة؟ للتسجيل استاذ، راه سي خالد راه دائما اذا كان تسجيل كيعاود يبارطاجي الغد ليه في اليوتيوب، يعني غير تبع الصفحه ديال سي خالد راه كيكون فيه مثلا، بحال مثلا التسجيل ديال البارح راه كان عنده راه سجله. شكرا، مشكورين. مرحبا. اذا على بركه الله سي خالد، ما عرفتش كتبان لنا ليكرون ولا لا، ليكرون ديالي انا واش كتبان ولا لا؟ لا، كتبان كتبان السي الحسن، كيبان يعني الديفو ديالي كتبان انا. بخير، كل الله، شيء كيبان. ملي غيكون شي مشكل حسين راه غادي نوقفك، غادي يقول لك راه كاين مشكل. صافي صافي انت عارفك على الله، انت الاخوه الا جاب الله سميتو يديروا غير رفع اليد في حاله سهيت ولا يعني مشى ما لشي كيبانش حد. ليا رفع اليد دابا، داكشي علاش كون كان ميسر غادي يكون احسن، ولكن ماشي مشكل ماشي مشكل. انا غادي نحاول نحيد الباخ يعني الليكتور، وغادي نخدم غير عادي ماشي مشكل. ايه زعما تقراها من تيمز، ده ماشي مشكل. فاش ما خديتي راحتك، داكور. بما يطوع علينا شي اخ، كاين دي السعديه هذه رفع السعدية، اليد. وربما إذا كان بغينا احنا التطوع، إذا كان شي واحد يتطوع. ما رديتش البال، تفضل. ما رديتش البال. مرحبا، ماشي مشكل، مرحبا. إذا بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله. عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ احنا متبعين معاك، إلا كان شي حاجة غنعلموك إن شاء الله بحول الله. بغيتي يا أستاذ تطوعي تاخدي؟ نعم يا أستاذ. واش ممكن ديري تسير باش السي الحسين يركز على فقط العرض؟ واخا احنا المهم احنا متبعين معاه، إلا كان شي إشكال ولا شي حاجة غادي نعلمو إن شاء الله بحول الله. داكور. باش أنت ديك الساعة تعطي ردي البال إلا كاين شي حاجة غادي تعلم. راه درتك بريزونتاتور أستاذ حنا، صافي؟ صافي أستاذ. دابا أنت راه غادي يبان عندك رفع اليد، غيبان عندك كلشي. نعم صافي، واخا أستاذ الله يجزيك صافي. صافي نستقبلو السير الحسن، نسق مع الأستاذ حنا دابا ولكم حفظك الله. حفظك الله. إذا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. بداية أشكر الحضور الكريم على هذا اللقاء، وكذلك لابد لنا أن نشكر السي خالد، شكرا على هذه المبادرة اللي ماشي أول مبادرة ولا الأخيرة. دائما السي خالد كان في بحال هذه المحطات المهمة عند الأساتذة، كان دائما يعني رحنا المساعدة والتطوع يعني والتقاسم مع الأساتذة في جميع المحطات المهمه. مشكور بزاف، ويعني راه معطاء سي خالد، معطاء. وهو ديجا خدمنا معاه، سي خالد راه كان راه شحال هذه باش كنا كنخدموا معاه قبل كاع ما ندخلوا للسونتر ديال المفتشين، سواء في اجتياز الامتحانات المهنيه يعني ديال الترقي في السلم، ولا كذلك بالنسبه للمباراه ديال التفتيش. وكنشكروا كذلك بالمناسبه بهذه الدوره، خصوصا هذه الدوره هذه اللي لانه تطوع انه يجمع واحد فريق مكون من تقريبا 9 ديال المؤطرين، التي يعني هذه اللقاءات التي تمتد تقريبا طيله 9 ايام. هذه 9 ايام ربما هي فرصه لوضع اللمسات الاخيره، لان الاعداد ديال مباراه التفتيش ليست يعني بشيء سهل بالنسبه يعني اللي بغى يعني يترشح لهذه المباراه لاول مره، ولكن هي يعني خصو ديجا تكون عنده معرفه تراكميه تكون. وهذه اللقاءات مناسبه يعني رفع اللبس على مجموعه من النقاط اللي ممكن تكون عند المترشحين. اذا على بركه الله انا سنحاول في هذا اللقاء ان شاء الله أن نتطرق إلى بيداغوجيا التخصص لمادة النشاط العلمي. فقد سبق أمس السي خالد أن تطرق
الإطار المنهجي، يعني تطرق لمجموعة من الأمور حول هذه المباراة، أن هذه المباراة فيها شقين كتابي وشفوي، وبالنسبة للاختبارات فهي ثلاث أنواع: بداوجي التخصص وكذلك المستجدات وكذلك المعارف. تم تكليفي يعني هذا اليوم الثاني يعني أن أدلي بدلوي فيما يخص بداوجي التخصص بالنسبة لمادة النشاط العلمي. وكنشكر السي خالد على هذه الفرصة الذي أتاح لي هذه الفرصة المشاركة ولو بواحد النبدة على هذه المادة هذه وكيف يتم تدريس هذه المادة في المدرسة الابتدائية. وهذا اللقاء إن شاء الله بإذن الله كما كتعرفوا هو لقاء يعني جاء فجائي، وحتى أن الميسر ما كانش عندنا فرصة أن نختار الميسر. سأحاول يعني أنني نوفق ما بين تقديم هذا يعني ما أطر هذا اللقاء، وكذلك يعني نحاول نيسر ما أمكن أن المترشحات يستفيدوا من هذا اللقاء ما أمكن. يعني هنا بالنسبة لهذا اللقاء ارتأيت، كنت أنا توافقت مع السي خالد على أساس أننا نطرق الامتحانات السابقة، وربما طلعت على امتحانات السابقة وسأستحضر هذه الامتحانات، خاصة امتحان ديال 2020 في مادة النشاط العلمي. فكل محور من المحاور ديال اللقاء سأحاول أن أستحضر هذا الامتحان، يعني أن الأسئلة التي يمكن أن يعني مجموعة من المحاور اللي ممكن أنها تعالج الامتحانات اللي كتعطى في الاختبارات ديال مادة النشاط العلمي. على بركة الله بالنسبة للمحاور ديال هذا العرض أو اللقاء فهو نعم سي خالد نحسن لا بريزونطاسيون راه ما كتبانش، عرفت واش عندي ولا عند الجميع؟ نعاود ندير بارطاجي. دابا مزيان كتبان اي كتبان مزيان دابا سي خالد؟ لا باقي لا درتيها باور بوينت بس داك الشيء هذا ملي كان ملي كندير ليكتور دابا سي خالد كيوقي لك كتمشي هي كتمشي راه داك الشيء اش رديت البال الا كانت باور بوينت هذاك الا عند فيرسيون بي دي اف لا صافي غنخدم غير هكا الا كانت كاتبه لكم بحال هكا نخدم غير هكا ما عنديش مشكل دابا كتبان كتبان دونك الا درتيها واقيلا صافي سير الله ما يسر. اذا نواصل بالنسبه لمحاور هذا العرض هذا. حاولت نقسم هذا اللقاء هذا الى ست محاور اساسيه بعد التقديم. المحور الاول سنتطرق باختصار للاجابه على السؤال لماذا العلوم بالمدرسه الابتدائيه. بخصوص المحور الثاني سنتطرق الى مرتكزات المنهج الدراسي يعني ماده النشاط العلمي. اما بخصوص المحور الرابع او الثالث يعني المحور الثالث بعد التقديم فسنتطرق الى الاسس ومبادئ تدريس ماده النشاط العلمي. خامسا كذلك سنتطرق الى ممارسات علميه اللي فيها نهج التقصي مهارات التفكير العلمي الى اخره. كذلك المحور يعني الخامس المشروع التكنولوجي، ثم المحور الاخير التقويم. وقبل ذلك فاليوم كما عرفتوا اليوم توصلنا الأطر المرجعية للاختبارات المباراة ديال مباراة الدخول إلى مركز تكوين مفتشي التعليم، وهذه فرصة أننا يعني نحاولوا نديروا لها قراءة سريعة ونشوفوا واش فيها واش تحمل جديد. وربما راح الإطار المرجعي يعني هذا التوصيف هذا أساسي جدا يعني اللي بغى يحدد المواضيع واللي بغى يعرف يعني بدقة المواضيع اللي كتطرح في المباريات، فلا بد من الاطلاع على التوصيف ديال المجالات. فأمامنا كما كتشوفوا يعني بنادم أن احنا في النشاط العلمي اللي كتهمنا غادي نشوفوا توصيف المجالات المضمونية لاختبارات كتابية لمباراة الدخول إلى مركز تكوين المفتشين. بالنسبة للمكونات يعني ديال التخصص ديال يعني أن هنا الاختبار غيكون بداوجي مواد التخصص في أربعة المواد: اللغة العربية، الفرنسية، الرياضية، النشاط العلمي. كنلاحظوا أن البورسنتاج ديال أو الوزن ديال كل مكون متساوي 25% لكل مكون، يعني في ساعتين يمكن أن تختبروا في هذه الأربعة المواد. الديداكتيك ديال اللي كيهمنا هنا هو الديداكتيك النشاط العلمي،
كذلك فهو الوزن ديالو 25%، وطبعا لغات الاختبار هي اللغه العربيه. بالنسبه للمجالات اللي تم تحديدها في هذا التوصيف هذا، هناك ثلاث مجالات باوزان مختلفه. المجال الاول اللي هو التوجيهات التربويه والبرامج الدراسيه اللي كتخص ماده النشاط العلمي، وبنسبه 5%، يعني 20% من هذه الماده هذه، يعني 20% ديال الاسئله من هذه الماده ديال النشاط العلمي ديال ديداكتيك النشاط العلمي ستخصص للتوجيهات التربويه والبرامج الدراسيه. او هذه التوجيهات تم تفصيلها، الا كتلاحظوا ان التوجيهات كلها راه كاينه في المنهاج الدراسي، مرتكزه منهاج ماده النشاط العلمي، الاهداف العامه لتدريس ماده النشاط العلمي، الاسس والمبادئ الموجهه للاطار المنهجي لماده النشاط العلمي، ثم المستويات المعرفيه والمهارات العقليه في منهاج النشاط العلمي، الى اخر محور اللي هو نماء الكفايه العلميه عبر المستويات الدراسيه. اما بالنسبه للمجال الثاني اللي سيتم يعني اختبار المترشحين فيه، هو الاطار المنهجي لماده النشاط العلمي. هذا الاطار يعني الذي يؤطر منهجيه ماده النشاط العلمي. دائما ربما هناك يعني هذا المجال هذا ما زلنا في ما هو نظري، يعني الخطوات المنهجيه لانجاز مشاريع تكنولوجيه، ثم كذلك نهج التقصي، اهداف التقويم في النشاط العلمي، تدبير اسابيع تقويم والدعم والتوليف، استثمار نتائج التقويم في تحسين طرق التدريس، استثمار نتائج التقويم في الدعم. وهذا المجال كذلك الوزن ديالو بالنسبه للماده ديال النشاط العلمي هو 40%. وبالنسبه للمجال الثالث اللي هو بناء وتحليل مقطع تعليمي، يعني هنا غادي نطرح كل ما هو يعني التجربه ديال الاستاذ والاستاذه في تخطيط مقطع تعليمي، تقويم مقطع تعليمي، بناء اداه للتقويم في النشاط العلمي، تدبير اخطاء المتعلمين في النشاط العلمي، وضع خطه وعده للدعم. وربما حتى ان اللقاء هذا تم برمجته على اساس هذه المجالات الثلاث، وستطرق باختصار يعني المجالات الاساسيه اللي كاينه هنا، ربما ثلاثه بهم كاينين عندنا في هذا اللقاء، ولكن ركزت بزاف على نهج التقصي، وكذلك في التقويم ركزت على كيف يتم بناء اداه التقويم في النشاط العلمي. ودائما ساقوم باستحضار الامتحان ديال السنه الماضيه او السنه ديال سنه 2020 في ماده النشاط العلمي. اذا المحور الاول، السؤال الاول او السؤال الذي لا بد ان نطرحه، ملي كان بالنسبه يجب الاشاره فقط ان هذه الامتحانات او هذه اللقاءات فليست فقط يعني للاعداد المباراه الكتابيه، فربما حتى المباراه يعني الشفهيه يعني الشفوي، راه ممكن ان تحطوا اسئله في هذا المجال ديال العلوم شفهيا، ممكن تكون مجموعه من الاسئله، ممكن حسب اعضاء اللجنه يعني اللي كيكونوا حاضرين في هذه اللجنه، يعني ان التحضير يعني لهذا اللقاء هذا راه بالضروره ماشي تحضير المباراه الكتابيه فقط، بينما حتى ما هو شفهي. اذا بالنسبه للسؤال الاول، لماذا العلوم في المدرسه الابتدائيه؟ غنتسائلوا اولا اي علوم المدرسه الابتدائيه. ملي كنقولوا اي علوم يعني النوع ديال هذه العلوم، كنلاحظوا بان النوع ديال هذه العلوم في المدرسه الابتدائيه لها مقاربه يعني ككيفيه وليست كميه، يعني لابروش كاليتاتيف من غير لابروش كوانتيتاتيف، يعني ان اللي كنقول هذا كاليتاتيف يعني ان في المدرسه الابتدائيه اغلب يعني ماشي غادي يكون جل او كل هذه المواد المضامين والمحتويات يعني كتطرق لما هو يعني كيفي وبدون استعمال فورمول ديال الرياضيات مثلا، يعني ممكن ان المتعلمين هنا كيستعملوا التصنيف المقارنه وكذلك العد وكذا، ولكن ما كيستعملوش تلك المعادلات الرياضياتيه او ما هو كاليتاتيف يعني كمي. بالنسبه كذلك السؤال اللي يطرح هنا هو لماذا العلوم بالمدرسه الابتدائيه؟ فالفضول العلمي عند الاطفال، وكذلك التساؤل الدائم لدى الاطفال والرغبه في معرفه وفهم الاشياء المحيطه، جعلتنا اننا يعني نبرمجوا، يعني ان الناس اللي مكلفين بهذا المنهاج يبرمجوا العلوم في المدرسه الابتدائيه
نظرا لان الانسان يعني في هذيك المرحله ديال الطفوله اللي كيكون فيها في المدرسه الابتدائيه عنده واحد فضول يعني فضول هائل يعني واحد فضول وتساؤل دائم ورغبه في معرفه وفهم مجموعه من الاشياء المحيطه به سواء يعني المحيطه به المحيط يعني المحيط القريب او المحيط البعيد. كذلك ان هاد الاطفال يعني منذ الشهور الاولى يبداون في اكتساب عدد من المهارات يعني بحال مثلا تمييز الاصوات حراره الاجسام والاضواء يعني مجموعه من الامثله اللي كتدل على ان هاد الاطفال يسعون يعني كيبحثوا على اكتساب مهارات اللي هي مهارات علميه. كذلك ان العلوم في المدرسه الابتدائيه تمكن الاطفال في سن مبكره من اكتساب مهارات الملاحظه الدقيقه يعني ان هذه الملاحظه الدقيقه اللي هي مهاره يعني علميه يعني تفكير علمي فرصه لهذه العلوم انها تمكن الاطفال من هذه المهاره لان العلوم كتوظف بشكل قوي هذه المهاره وكذلك الوصف كذلك كتوظف الوصف الدقيق للمحيط والظواهر القريبه منه ومجموعه من المهارات. اذا هذه العلوم كتمكن هذا الطفل في المرحله انه يكتسب هذه المهارات بشكل يعني تدرجي يعني بشكل نمائي يعني هذه المهارة كتنمو معه منذ السنة السادسة إلى بلوغه يعني السنة يعني مستوى السادس يعني كقصته المدرسة الابتدائية. كذلك بالنسبة للعلوم فالعلوم تساعد المتعلم على تبني واعتماد الموضوعية ملي كنقولوا الموضوعية يعني أن الذاتية يعني ديما غير كنذكروا الموضوعيه تنذكروا دائما الذاتيه لان بعض التفسيرات يعني بعض التمثلات او بعض التحليل يعني تحليل مجموعه من الظواهر الفيزيائيه او الطبيعيه المحيطه بنا تعتمد على التمثلات ديالنا. اذا الا كانت هذه العلوم في المدرسه الابتدائيه فانها ستساعد المتعلم يعني الطفل في هذا السن هذا انه يعتمد على الموضوعيه ويعني ما يعتمدش على الذاتيه ديالو على الخيال ولا يعني اللي كيتخيلوا بدون سند يعني بدون ان يستند الى ما هو علمي يعني بحال مثلا المناقشه الملاحظات التنبؤ التجريب يعني مجموعه من المهارات اللي او الخطوات اللي هي علميه في تفسير الظواهر المحيطه به. كذلك بالنسبه لماذا دائما العلوم في المدرسه الابتدائيه فهي تخفض الجهل يعني ان العلوم كتنقص لنا الجهل عند الاطفال بمجموعه الجهل بمجموعه من الظواهر العلميه وبالتالي فهي كتخفض لدى هذا الطفل الخوف. اذا يعني ان باش ما الطفل تعرف على مجموعه من الظواهر وكيستطع انه يفسرها علميا يعني ما بقاش داك التمثلات اللي كتكون في الذهن ديالو كتزول وكيزول معها داك الخوف. وكذلك بالنسبه لهاد العلوم هذه كتمكن من التمييز بين الاقناع والاستدلال يعني ان كنقصد هنا الاقناع يعني الاقناع الذي لا يستند الى ما هو علمي ويعني ان الاطفال يقدر انهم يقتنعوا بواحد يعني واحد التفسير يقتنعوا به اذا يعني بدون سند علمي. ولكن الى كانت العلوم يعني هاد العلوم هذه يعني كتأدي الدور ديالها في المدرسة الابتدائية فإن هاد الطفل هذا لن يقتنع إلا بما هو مستدل عليه يعني بحجج يعني علمية واضحة ويعني أنه كيتبنى هذا المنهج العلمي. كذلك أثناء يعني ممارسة يعني أن المتعلم يراوح بين الحقيقة المحسوسة يعني أنه راه الحقيقة ده يعني كنقول الحقيقة المحسوسة يعني المحيط ديال المتعلم اثناء يعني ملي كيحاول هذا الطفل هذا يتعرف على هذه الحقيقه المحسوسه يستعمل التفكير العلمي ديالو مما يعزز العمل على التعبير الشفهي يعني انه كيعبر شفهيا وكتابيا على 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 هذه الحقيقه المحسوسه يعني ان هذه العلوم تعزز العمل على التعبير الشفهي وكتابي يعني كتساهم انها تنمي هذه المهارة ديال التعبير الشفهي والمهارة ديال التعبير الكتابي عند المتعلمين مادام أنه يفكر علميا في الحقائق المحسوسة المحيطة به.
كذلك بالنسبة للعلوم فإن العلوم في المدرسة الابتدائية تمكن المتعلم التمييز بين العالم الذي تحكمه قوانين الطبيعة وكذلك العالم موسوم بالتقنية، يعني أنه يتعرف على أن هذا عالم يعني تحكمه قوانين الطبيعة يعني بدون تدخل الإنسان بدون أي نشاط إنساني، وكذلك يعرف أن العالم اللي فيه نشاط إنساني. هذه مجموعة من إجابات اللي ممكن أنها تجاوبنا على السؤال لماذا العلوم المدرسة الابتدائية. نمر الآن المحور التالي اللي هو مرتكزات المنهج. يعني قبل ما نتطرق لمرتكزات المنهج خصنا نفرق ما بين المرتكزات والمبادئ والأسس. اللي كنقولوا مرتكزات يعني على ماذا يرتكز المنهج، يعني قبل ما نبدأ هذا المنهج هذا لابد أن نلجأ أو نرتكز على مجموعة من الأشياء لبناء هذا المنهج ديال مادة النشاط العلمي. بين هذه المرتكزات ديال مادة النشاط العلمي هي المهارات ديال القرن 21، يعني راه تكلموا عليها بزاف مؤخرا، كنتكلموا على مهارات القرن 21، وكتعرفوا بأن الثورة الرقمية والتطور التكنولوجي اللي كاين دابا، يعني أن الطفل ديال اليوم ما خصناش يعني أن نشحنه فقط يعني بمجموعة من المعلومات، يعني أن المعلومات كاينة ولكن كيف يتم يعني توظيف هذه المعلومات، يعني خصنا نمكنه من مهارات التعلم مدى الحياة يعني والتفكير. وهذه المهارات جات بها يعني هذه المهارات تم تحديدها يعني في مهارة القرن 21. مثلا نعطيكم مثال ديال مهارة تكون يعني مهارة التعلم، مثلا حل المشكلات. المهارة ديال حل المشكلات اللي هي مجموعة من الخطوات اللي كتمكن الإنسان، غادي نقول الإنسان معاش نقول المتعلم، يعني أن الإنسان راه كيتعلم مدى الحياة، تمكنوا أنه يحل مجموعة من الوضعيات اللي كيتوضع فيها، يعني أنه كيتوضع مجموعة من الوضعيات يعني في الحياة اليومية ديالو، يعني في العمل ديالو، يعني أي في أي محيط ديالو، وكيستعمل هذه المهارة ديال حل المشكلات باش أنه يوصل للحل ويتجاوز هذه الوضعية ويوصل لوضعية أخرى. إذن هذه مجموعة من المهارات جات بها هاد يعني كيرتكز عليها المنهاج ديال مادة النشاط العلمي، وكذلك التمكن من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. فالثورة الرقمية يعني اللي كاينة الآن كتجعلنا أن في النشاط العلمي في المدرسة الابتدائية أنها كذلك ترتكز على التكنولوجيا والمعلومات، يعني أن الأطفال اليوم أصبحوا مطالبين باش أنهم يتمكنوا من يعني مناولة، يعني أنهم يدخلوا لها التكنولوجيا يستعملوها يعرفوها، يعني كيف الاتصال، يعني كيفاش يحصلوا على المعلومات، يعني الانترنت، يعني مجموعة من المعارك اللي خصو يكون على دراية بها فهذا يعني اليوم. كذلك التمكن من المهارات الحياتية. ملي كنقولوا التمكن من المهارات الحياتية كنلاحظوا أن المهارات تعودت عندنا مهارة التعلم والتفكير. نقولوا أن شنو الفرق ما بين التمكن من المهارات يعني التعلم والتفكير والمهارات اللي هي التمكن من المهارات الحياتية. غادي نضيفوا غنزيدوا على دوك مهارات ديال التعلم، مثلا حل المشكلات ديال التفكير النقيد، يعني غنزيدوا عليها ما هو وجداني، يعني مثلا نعطي مثال ديال مهارة التعاون. مثلا هذه المهارة اللي هي من المهارات الحياتية، مثلا كذلك التواصل، مثلا يعني اتخاذ القرار، هذه مهارات حياتية يعني اللي ممكن أن ترتكز عليها المنهج اليوم ديال مادة النشاط العلمي اللي يعني لبناء مجموعة من المضامين. إذن هذا المرتكز الأول ديال المنهج اللي هو مهارات القرن 21. غنطرقوا يعني غنمشيو للمرتكز الثاني اللي هو الثقافة العلمية. يعني أن المنهج اليوم كيسعى أنه يبني لنا واحد الإنسان مثقف علميا، يعني ميبقاش عندنا يعني أنه تكون عنده واحد الثقافة علمية يعني يستند إلى ما هو علمي حتى في الحوار ديالو، حتى في المناقشة ديالو، حتى في اتخاذ القرار ديالو، يعني مجموعة من الأشياء كيقوم بها ومجموعة من التصرفات مبنية على ما هو علمي. يعني أن هذه المعرفة العلمية كنقصدوا بالمعرفة العلمية، ملي تنقولوا المعرفة العلمية غادي نقولوا المعرفة غير علمية، يعني أن كاين معرفة غير علمية عند يعني مجموعة من الأشخاص كتكون عندهم تمثلات خاطئة حول مجموعة من المواضيع. هاد كتأثر حتى على الفهم ديالو المحيط ديالو. لذلك أن المنهج اليوم مرتكز على هاد المعرفة العلمية، أنه يعني يعطي لهذا المتعلم هذه المعرفة العلمية أنه يستند لها في
اي وضعيه توضع فيها، يعني في اي وضعيه توضع فيها المتعلم او الطفل، خصو يعتمد على هذه المعرفه العلميه، يعني انه ملي تيكبر غادي تيكبر، يعني غادي يولي كيستعمل كل ما هو علمي بعيد عن ما هو خرافي او اسطوري او ما هو تمثلات يعني لا علاقه لها بما هو علمي. اذا هذا من المرتكزات ديال المنهاج، ان المتعلم يستخدم المعرفه العلميه. كذلك تم يعني اختيار اتباع خطوات النهج التقصي في الثقافه العلميه، يعني اختاروا في هذا المنهاج، يعني يرتكز هذا المنهاج على ان المتعلم يعني يتبع مجموعه من الخطوات ملائمه للوصول الى حل مشكله. هذه الخطوات تختصر في نهج تقصي، سنتطرق لهذا المحور في يعني بعد قليل، سنتطرق الى محور كيف يتم يعني توظيف هذا النهج التقصي للوصول الى مجموعه من الحقائق في المدرسه الابتدائيه. إذن هذا يعني هذا من بين الأشياء اللي كتخلي أن الثقافة العلمية تسود في المنهج، وكذلك أن الموارد البشرية اللي ممكن أن المدرسة تبنيها للغد تكون أنها قادرة تفهم المحيط بشكل علمي، وأن تأخذ قرارات سليمة بشأن العالم الطبيعي والنشاط البشري، يعني أن هذه الثقافة العلمية تساهم بما هو اقتصادي اجتماعي سياسي. نمر للمرتكز الثاني الذي ارتكز عليه المنهاج، هو أهداف التنمية المستدامة. فالتنمية المستدامة هي مجموعة من الأهداف تم التوافق عليها أمميا، تسعى اللي كنقولوا مستدامة يعني تنمية تكون مستدامة، يعني استدامة للحفاظ على الموارد الطبيعية وللحفاظ على الكرة الأرضية بما تنعم به هذه الأرض. يعني أن حتى هذا المنهاج تطرق الأهداف اللي يعني أن احنا في المدرسة الابتدائية كنحاول ما أمكن نقحموا الأطفال أنهم يساهموا في الوصول لهذه الأهداف التنمية المستدامة اللي محددة في 17 هدف كما تشوفوا أمامكم، ويراها كاينة في المنهاج. يعني اللي بغى يطلع أكثر راه ممكن يعرف ونشوفوا، ومن بعد غادي نطرقوا للشق اللي كتكلموا فيه بزاف المنهاج على الأهداف ديال التنمية المستدامة، خاصة الحفاظ على البيئة، وكذلك بالنسبة لطريقة الاستهلاك، يعني مجموعة من الأهداف في المنهاج يعني ترتكز على هذه أهداف التنمية المستدامة. كذلك ارتكز المنهاج على السياقات، يعني أن هناك سياق شخصي، كنقصد بسياق شخصي أن المتعلم يستخدم هذه المعرفة والمهارات العلمية والمواقف في الحياة العلمية في الحياة اليومية. يعني ملي كيستخدم هذه المعرفة وهذه المهارة العلمية وهذه المواقف في الحياة اليومية ديالو، هذا سياق شخصي، يعني أن يرتكز عليه المنهاج، وحاول يحاول المنهاج أن يسوق هذا المتعلم أنه يوظف هذه المهارات وهذه المواقف في الحياة اليومية ديالو، كمثال مثلا المحافظة على الصحة ديالو. كذلك بالنسبة للسياق الاجتماعي، نقول السياق الاجتماعي يعني التفاعلات الاجتماعية، بحيث أن المتعلم يكون عنده خطاب علمي مع الآخرين، كما تطرقنا سابقا للثقافة العلمية، أن يكون عندنا خطاب علمي مع الآخرين ويساهم في نشر الوعي المجتمعي. هذا سياق اجتماعي اللي كيرتكز عليه المنهج أيضا. كذلك السياق البيئي، يعني أن يركز على العلاقات بين الإنسان والطبيعة، يعني أن المنهج يركز على العلاقة بين الإنسان والطبيعة، بحيث يصبح متعلم واعيا بقضايا البيئية ويساهم أيضا في الحد من بعضها كالتلوث والاحتباس الحراري. وراه تلاحظوا في المواد، يعني في الدروس ديال المستوى، يعني ديال بعد التنقيح ديال المنهاج، مجموعة من الدروس اللي كتتكلم على هذا السياق البيئي بشكل كبير. إذا هادو هما ربما المرتكزات اللي ارتكز عليها المنهاج، اللي يعني ممكن أن هنا نقولوا أن غندخلوا دابا الآن المنهاج بعدما تعرفنا على المرتكزات ديال هذا المنهاج. دابا غادي نتكلموا على الأسس والمبادئ، يعني أن الأسس والمبادئ يستحضرها الأستاذ أثناء تدريسه لمادة النشاط العلمي. فما هي هذه المبادئ وهذه الأسس؟
هاد المبادئ وهاد الاسس يمكن اختصارها في اربع اسس ومبادئ هي كالتالي. اولا المحيط، ملي غنتكلموا على المحيط فساشير الى الكفايه في النشاط العلمي. ملي كنحللوا الكفايه في النشاط العلمي ان كل مستوى حددوا ليه كفايه سنويه، يعني في اخر السنه ها الكفايه اللي خصنا نوصل لها. فالكفايه في النشاط العلمي تتبين على ان المتعلم في المستوى الاول المحيط ديالو، يعني انه كتكلم على المتعلم يوضع امام وضعيات يعني مرتبطه بالمحيط ديالو مباشر، يعني انه المحيط مباشر في المستوى الاول. في المستوى الثاني كنلاحظوا ان كنتقلوا يعني المستوى الثاني والثالث كنمشيو من المحيط المباشر الى المحيط المباشر والمحلي، وهكذا يتوسع المحيط، ومن المحيط المباشر والمحلي الى المحيط المباشر والمحلي والجهوي الى اقصى وهو الدولي، يعني ان كيتوسع المحيط ديال المتعلم، يعني ان اي مفهوم يعني بغينا يعني ان المتعلم يكتسبه في هذه المرحله هذه الابتدائيه ديال المدرسه الابتدائيه يجب الانطلاق من المحيط ديال هذا المتعلم، يعني ان هذا يجب على الاستاذ ان يستحضر دائما المحيط في تدريس يعني او في بناء المفاهيم العلميه. هذا المبدا الاول او الاساس الاول ديال ماده النشاط العلمي. المبدا الثاني اللي هو من المحسوس الى المجرد، يعني ان المتعلم في المدرسه الابتدائيه لا بد دائما انطلاق من ما هو محسوس الى مجرد. اعطي مثال بالضاره الكهربائيه، ربما في المستوى الثالث يتم التطرق الى الضاره الكهربائيه البسيطه. ما يمكنش اننا نحن غادي نمشيو نتعرفوا على الضاره الكهربائيه البسيطه بالشكل ديال يعني رسموها مباشره على السبوره نقولوا ويتعرف عليها المتعلم دون اللجوء الى ما هو محسوس، يعني انه ياخذ واحد المصباح يعني يتحسس هذاك المصباح، كذلك الاسلاك، يعني يقوم بهذه التجربه ديال هذا الضاره الكهربائيه البسيطه لينطلق الى ما هو مجرد اللي هو انه ممكن ان نوصل به اننا انه يتعامل مع الشكل او يعني الشكل الذي يبين الضاره الكهربائيه البسيطه من غير هذاك ما هو محسوس. يعني هذا المبدا يستحضر بجميع تقريبا في جميع الظواهر العلميه والمواضيع اللي كاينه في النشاط العلمي. كذلك كاين هنا عندنا المبدا الثالث اللي هو الملاحظه. فملي كنقول الملاحظه كنقصد بها من الملاحظه التلقائيه الى الملاحظه الدقيقه، يعني ان دائما الاستاذ يستحضر يعني في تدريس ماده النشاط العلمي هذا المبدا ان المتعلم يكتسب مهاره الملاحظه من الملاحظه التلقائيه الى الملاحظه الدقيقه، يعني انه هذا أساس ينطلق منه لفهم بعض الظواهر العلمية في النشاط العلمي. كذلك الأساس أو المبدأ الأخير اللي هو إعمال آليات التفكير العلمي. اللي كنتكلموا على إعمال آليات التفكير العلمي راه كنلاحظوا أنها عندها علاقة بجميع المبادئ الأخرى، يعني الثلاثة اللي كنقولوا آليات التفكير العلمي، مثلا الملاحظة نيت، يعني أن الملاحظة الدقيقة هي آلية التفكير العلمي، مثلا تصنيف، مقارنة، مثلا ترتيب، مثلا الاستنتاج، تحليل، تركيب، هذه كلها مجموعة من آليات التفكير العلمي التي يجب على الأستاذ يعني أن يستحضرها أثناء تدريس مادة النشاط العلمي في المدرسة الابتدائية. إذا بعدما تعرفنا على هذه الأسس والمبادئ ديال تدريس مادة النشاط العلمي، سنحاول الآن التطرق إلى مضامين أو مكونات مادة النشاط العلمي. فمادة النشاط العلمي تتكون من ثلاث مكونات. المكون الأول اللي هو المضامين الأساسية. اللي كنتكلموا على المضامين الأساسية كنقصدوا بها العلوم الحياة، يعني أن العلوم الحياة والعلوم الفيزيائية، علوم الأرض والفضاء، التكنولوجيا والانفورماتيك، وكذلك الممارسات العلمية. هنا أشار المنهاج لماذا تم يعني تعبير عن هذه المهارات أو قول ممارسات بدل مهارات. فحينما نربط مهارة بمضمون، يعني مثلا مضمون، فنتحدث عن ممارسة. لذلك
في النشاط العلمي كنتكلموا على الممارسات العلمية ولا نتحدث عن مهارات علمية. فمثلا نهج التقصي فهو ممارسة علمية، كذلك المشروع، حل المشكلات، مهارة التفكير العلمي، كلها ممارسات علمية يعني كمكون من مكونات النشاط العلمي. كذلك المكون الثالث اللي هو القيم والمواقف التي يستحضرها المنهج دائما، لأنه يرتكز كذلك على مجموعة من كما سبق لي ذكرت أن المرتكزات ديال هذا ديال المنهج ديال مدة النشاط ديال النشاط العلمي كيستحضر لنا القيم والمواقف كمثلا حب الاستطلاع، المثابرة، الأمانة العلمية، التعاون، وتقدير العلم والعلماء. إذن هادو هما مكونات مادة النشاط العلمي. غادي نتحدثوا الآن على كنحاول إلى لاحظتوا كنحاول أنني نسرع شوية في هذه المحاور لأنني بغيت نوصل للمحور الأساسي اللي هو نهج التقصي ونتعرفوا على يعني الخطوات ديال هذا النهج التقصي. بعد ما تعرفنا على مكونات مادة النشاط العلمي الآن غنتعرفوا على محاور المضامين الأساسية، يعني أن مثلا المضامين الأساسية مثلا ديال المضامين الأساسية كتكون من ربعة ديال المجالات اللي هما العلوم الفيزيائية، علوم الأرض والفضاء، علوم الحياة، ثم الانفورماتيك بنسب متفاوتة كما تلاحظوا. كما كتلاحظوا مثلا العلوم الفيزيائية 30% من المضامين الأساسية لمادة النشاط العلمي. بالنسبة لهذا هيكلة ديال المحتوى ديال النشاط العلمي كنلاحظوا أن مجموعة من المجالات كل مجال فيها مجموعة من المواضيع، مثلا هنا عندنا التنوع، التفاعلات، الطاقة، الدورات، الأجهزة. دائما كنتحدثوا على المضامين الأساسية. فمجال مثلا علوم الإنسان فيه صحة الإنسان والتفاعل مع البيئة، خصائص الكائنات الحية ووظائفها الحيوية وتفاعلاتها مع النظام البيئي، دورة الكائنات الحية، الولادة، التكاثر والوراثة. إذا ما غاديش يعني نحاول ما أمكن ندوز على هذا المر على هذا الهيكلة مرور الكرام. فاللي كيهمنا هنا هو أن محتوى النشاط العلمي فيه ثلاثة المجالات الأساسية اللي هي علوم الحياة، ثم العلوم الفيزيائية، علوم الأرض والفضاء. فمثلا في الامتحان ديال 2020 أعطوا واحد الموضوع ديال مكونات الهواء، أعطوا سؤال يعني إلى أي مجال ينتمي هذا الدرس، وكذلك ما هو محور هذا الدرس، يعني أن المترشح لابد أن يستحضر أو يطلع على هذه المجالات ويعرف المحاور التي تحت كل مجال. وكتلاحظوا أن نتكلموا على محتوى النشاط العلمي لابد من استحضار نهج التقصي ومهارة التفكير العلمي دائما، وكذلك القيم والمواقف وبطبيعة الحال التكنولوجيا. ندوز الآن لبنية المحاور بخصوص المدى والتتابع. كنلاحظوا أن كمثال مثلا دور الكائنات الحية، الولادة، التكاثر والوراثة، كنلاحظوا أن كتمشي من عند الحيوانات وعند النباتات بتوازي. كنطلقوا في السنة الثانية من مراحل النمو عند الحيوانات، وكنوصلوا حتى التولد عند الحيوانات البيضاء في المستوى الخامس. بالنسبة للنباتات كنطلقوا من مراحل النمو عند النباتات حتى كنوصلوا للتكاثر الجنسي ولا جنسي عند النباتات في المستوى السادس، يتم التدرج إلى التولد عند الإنسان. يعني هذا مبدأ التدرج والمدى والتتابع في بنية المحاور بالنسبة للمواد النشاط العلمي. غنمشيو الآن يعني التنظيم الزمني. كتلاحظوا أن كاين فرق بين الفترة السابقة والحالية، يعني أن راه تم يعني زادوا في الفترة في الغلاف الزمني السنوي، يعني أن هنا كيدل على أهمية هذه المادة في المدرسة الابتدائية. يعني المدة الزمنية الحالية هي 58 بدل 51. الغلاف الزمني الأسبوعي كان ساعة ونصف، دابا أصبح ساعتان. عدد الحصص الأسبوعية 2 أو أكثر، حسب يعني ممكن تكون حصة 30، ممكن حصة 45. كذلك مدة الحصة الواحدة أصبحت 60 بدل 45. بالنسبة للأسابيع يعني نوع العمليات اللي كتتم في كل أسبوع، بالنسبة لنوع العمليات اللي كتتم في كل أسبوع، فالأسبوع الأول من المشاركة يعني الأسبوع الأول من السنة دائما تقوم بتشخيص المكتسبات والدعم الاستدراكي، هذا معروف بالنسبة لجميع المواد. ثم الأسابيع الأربعة من كل وحدة تقديم حصص الأنشطة التعليمية التعلمية. ثم الأسبوع الخامس من كل وحدة يخصص لدعم وتوليف تعلمات الوحدة. وبالنسبة للأسبوع الأخير من كل أسدس يخصص لتقويم ودعم وتوليف التعلمات
السابقه. يعني كملاحظه، فبالنسبه للنشاط العلمي كنلاحظوا ان الانشطه ديالها كتمرن ثلاثه ديال الانشطه الاساسيه، يعني كاينه انشطه ديال بناء المفهوم، وكاينه انشطه ديال التوليف والتقويم والدعم، وكاينه انشطه ديال الاستثمار والامتداد. يعني ملي كيتحط امامي شي امتحان مثلا في اختبار في ماده ديداكتيك النشاط العلمي، كنحاول ما امكن نحدد هذاك النشاط فين غنحطو، واش غنحطو في النشاط ديال بناء المفهوم، او نشاط ديال التوليف والتقويم والدعم، او نشاط الاستثمار والامتداد. هذا اول خطوه اللي كتمكنني انني يعني الاجابات ديالي تكون يعني صحيحه من بعد، لان ملي ما كنعرفش فين كاين هذه الانشطه ممكن انني نخطا في التقدير ديال الاسئله المواليه. لذلك ملي كنقرا الوضعيه كنحاول ما امكن يعني نحدد اي يعني هذا النشاط هذا اي نوع من الانشطه، يعني واش نشاط بناء المفهوم، او نشاط ديال التوليف والتقويم او الدعم، او نشاط الاستثمار والامتداد. ملي كنقول الاستثمار والامتداد كنقصد به مثلا المشاريع، مثلا المشروع فهو يدخل ضمن الاستثمار والامتداد. ملي كنقول بناء المفهوم يعني راه كنبنيو المفهوم في بدايه ديال يعني الحصه الاولى والثانيه، ممكن ان يكون يتم فيها بناء المفهوم يعني في الحصه الاولى او تمتد الى حصتين. هذه كملاحظه بخصوص الانشطه. نمر الان لتنظيم الزمن الاسبوع الخامس بالنسبه للحصه الاولى، هذا بالنسبه للمستوى الخامس والسادس، تقويم ودعم التعلمات 60 دقيقه. بالنسبه للحصه الثانيه تخصصوا للمعلوميات 60 دقيقه. الان غادي نمروا للنهج التقصي. الا ما كانش السي خالد الا باقي معنا السي خالد هنا، قبل ما ندخل للنهج التقصي ولا الاستاذه حنان، إذا كان ممكن، إذا كانوا شي أسئلة بخصوص هذه المرتكزات، يعني أن تطرقت لثلاثة المحاور الأساسية اللي هو الإجابة على السؤال ديال لماذا العلوم في المدرسة الابتدائية، كذلك يعني المحور الثاني اللي هو مرتكزات المنهج، والمحور الثالث اللي هو الأسس والمبادئ. أما بخصوص مضامين أو مكونات ديال النشاط العلمي فهي تدخل ضمن كذلك المحور الثالث. إلا ما كانش شي سؤال ندوز للمحور، هذا المحور ديال النهج التقصي. السي خالد ولا استاذ حنان، إلا ما كانش شي سؤال ندوز. اذا ربما ما كاينش اسئله في لحد الساعه. غادي نحاول ما امكن الان ندخلوا للممارسات العلميه اللي تكلمنا عليها، اللي هي مكون من مكونات النشاط العلمي. يعني ان نهج التقصي لم يتم اختيار نهج التقصي عبثا، فان هذا النهج التقصي ان العلوم التجريبيه والتكنولوجيا هو هدفها هو فهم يعني وصف العالم الحقيقي، عالم الطبيعة، وكذلك العالم الذي أنشأه أو صنعه الإنسان، وكذلك التصرف فيه والتحكم في التغيرات التي سببها النشاط الإنساني فيه. فتدريس العلوم في المدرسة الابتدائية يساعد المتعلمين التمييز بين الظواهر، يعني كيميز بين الظواهر والفرضيات المتحقق منها من جهة، هذا من جهة، وكذلك والآراء والمعتقدات والتمثلات من جهة أخرى. فمثلا الملاحظة، يعني ملي كيلاحظ من الملاحظة التلقائية إلى الملاحظة الدقيقة، والتساؤل، التجريب، الاستنتاج، الاستدلال، يعني هذه المهارات أساسية للوصول إلى الأهداف. الأهداف اللي هي أنه يميز ما بين الفرضيات المتحقق منها وبين المعتقدات والتمثلات. لذلك فالمعارف والممارسات العلمية التي يتم اكتسابها المعارف والممارسات العلمية يتم اكتسابها في إطار نهج التقصي الذي يبني الفضول أو ينمي هذا الفضول هذا عند الأطفال، وكذلك يساهم في الإبداع والابتكار والتفكير النقيد، وكذلك الاهتمام بالتطور العلمي والتكنولوجي. فمن خلال هذا التعريف هذا، فالتدريس بالتقصي هو فن خلق المواقف التي يأخذ فيها المتعلمون دورة، يأخذ دورة العلماء فيبادرون إلى ملاحظة الظواهر وطرح الأسئلة حولها، وتقديم تفسيرات وتصميم وإجراء اختبارات لدعم أو نقد نظرياتهم، وتحليل بيانات وتكوين استنتاجات. فهو إذن يعطي المتعلمين فرصة لحل مشكلات من العالم الحقيقي. يعني أن هذا المنهج، منهج التقصي، ممكن أن كنحاول ما أمكن
يعني أن المتعلم يخطو خطوات العالم، يعني يقلد الخطوات التي يقوم بها العالم لدراسة الظاهرة. هذا هو نهج التقصي ديمارش دونفيستيغاسيون، ونحاول ما أمكن يعني نشوفوا الخطوات ديال نهج التقصي في المدرسة الابتدائية. الخطوة الأولى ديال هذا نهج التقصي اللي كتدخل ضمن يعني خطوة أساسية هي وضعية الانطلاق. وضعية الانطلاق اللي كتحط المتعلم في واحد السياق، يعني كتحطه في واحد السياق وتتحاول ما أمكن شوفوا يعني التمثلات ديالو حول ظاهرة ما. هذه الخطوة كتكون دائما في بداية هذا النهج ديال التقصي، بداية ديال الدرس مثلا. كذلك كتجي الخطوة الثانية اللي هي تملك المشكل وصياغته. ملي كيفهم المتعلم يعني الوضعية بشكل جيد، كيحاول ما أمكن يتملك المشكل، يعني أنه كيحس بواحد المشكل كاين من خلال هذه الوضعية اللي طرحت ليه، وكيصوب واحد سؤال تقصي اللي كيتسمى سؤال تقصي. ملي كيتم صياغة سؤال تقصي سيتم إجابة عليه بإجابات مؤقتة. هذه الإجابات المؤقتة اللي هي فرضيات يتم يعني اقتراحها من طرف المتعلمين، مجموعة من الصيغ على حسب يعني مستوى ديال المتعلمين. وكنحاول ما أمكن هذه الفرضيات يعني كتبدأ بمجموعة من التعابير اللي كتدل على أنها فرضيات، بحال مثلا في رأيي، ربما، يعني مجموعة من يعني التعبير اللي كيدل على أنه جواب مؤقت. وخلال حين طرح هذه الفرضيات يمكن اللجوء إلى أو التعاقد مع الأطفال أو المتعلمين حول ميثاق العمل لاختبار هذه الفرضيات، يعني كيف سيتم اختبار هذه الفرضيات، هل في مجموعات، هل في يعني العمل فردي يعني حسب، وكيف سيتم يعني معالجة هذه الفرضيات، كيف سيتم يعني مناقشة هذه الفرضيات. بعد هذه الخطوة الثالثة تأتي الخطوة الرابعة اللي هي اختبار الفرضيات. اختبار الفرضيات هنا الإشكال اللي كان رجعوا تاني للتحليل ديال الكفاية ديال المستوى السادس من الأول تاني السادس، كنلاحظوا أن تذكروا دائما تقولوا بالنسبة مباشرة أن يكون المتعلم قادرا على يعني أن يقوم أن يكون قادرا على حل وضعية مشكلة، حل وضعية مشكلة باعتماد خطوات ملائمة. يعني أن من نهج التقصي العلمي إلى رجعتوا لهذه الكفايات غتلقاو دائما كيكتبوا هكا المتعلم يعتمد يعني خطوات ملائمة، وكنسطر على ملائمة يعني أن كاين هناك خطوات غير ملائمة من نهج التقصي حسب ماذا، حسب الموضوع أو حسب الدرس. يعني أن هنا كنحاولوا ما أمكن نختاروا الخطوات المناسبة للتحقق من هذه الفرضية. فهاد الخطوات كاين مجموعة من الخطوات أو مجموعة من يعني العمليات، كاين مثلا التجريب أو المناولة حسب موضوع الدرس، كاين النمذجة، كاين بحث في وثائق، كاين ملاحظة مباشرة، كاين زيارات، كاين تحقيقات. غادي نعطي مثال مثلا في النمذجة، كاين مواضيع اللي ميمكنش أننا نطرقوا لها يعني بتجربة، بحال مثلا ديال مثلا جهاز مثلا عصبي، مثلا جهاز مهضمي، هذا ممكن أن نديرو نمذجة، يعني أننا يعني ناخذ واحد النموذج ديال هذا الجهاز ونحاول ما أمكن نقربه للمتعلم أنه باش يتأكد من الفرضيات اللي وضعها. وكذلك بالنسبة مثلا التجربة، الفرق ما بين التجربة والمناولة هنا غادي نحاول ما أمكن نفتح فيها قوس بسيط، يعني أن بسرعة بالنسبة لهنا كنقولوا تجريب أو مناولة، يعني تجربة راه كتطلب واحد مجموعة من الشروط يعني صارمة. تجربة اللي كنتكلموا على العالم مثلا راه ممكن كيقوم بتجربة، يعني ملي كتكون تجربة فيها شروط يعني صارمة باش أن هامش الخطأ يكون قليل جدا. أما ملي كنتكلموا على مدرسة أو مدرسة ابتدائية فغادي نقولوا بلاص ما نقولوا تجربة نقدروا نقولوا مناولة. نعطي مثال مثلا كمثال على التجربة اللي نقولوا أنها ممكن أن مثلا السقوط الحر مثلا، هذه التجربة اللي ممكن أن يقوم بها عالم
سقوط حر بين كرة حديدية مثلا وريشة، إذا مثلا قمنا بها في الهواء عادي يعني ما احترمنا الشروط، ممكن أن توصل الكرة الحديدية للأرض قبل من الريشة، لأن كاين واحد احتكاك مع الهواء ديال الريشة. ولكن إذا مثلا وفرنا الشروط يعني صارمة لهذه التجربة هذه، ممكن أن الريشة والكرة الحديدية وصل للأرض في نفس اللحظة. يعني هذه تجربة عندها شروط صارمة. أما بالنسبة للمناولة يعني ممكن أننا نقلدوا تجربة، ممكن أننا نقربوا لهذه الشروط ديال اللي كيقوم بها العالم. هذا بالنسبة للتجربة. التجربة راه كنتكلموا على التجربة في نهج التقصي، فنتكلموا على النهج التجريبي. يعني ملي غادي نعطيكم واحد الجدول اللي كيفرق ما بين المنهج التجريبي والنهج التقصي، ولكن ملي كنتكلموا على مناولة أو تجربة بسيطة في المدرسة الابتدائية، فدائما كنتحدثوا على نهج التقصي، ماشي كنتحدثوا على نهج آخر أو منهج آخر. فهو منهج أو نهج تقصي بتوظيف التجربة أو المناولة. ممكن أن حسب طبيعة الدرس ممكن أننا نوظفوا النموذج إذا كان الدرس أنه يستحيل أن مثلا الأجسام الكبيرة اللي منقدرش أننا نتحكموا فيها، نحاولوا نحكيوها المحاكاة ديالها بنمذجتها الأشكال، ولا حتى أيضا مثلا مراحل نمو النبتة اللي ممكنش أن نحضروها، لأن كيخصنا واحد الوقت معين يعني وقت طويل باش نشوفوا مثلا كيف تنمو النبتة. لذلك كنلجؤوا إلى وثائق، ممكن يكون شريط وثائقي، ممكن تكون صور، ودائما في إطار نهج التقصي. كذلك ممكن أننا نلجؤوا للملاحظة المباشرة. الملاحظة المباشرة يعني المعاينة، يعاين بملاحظ بعينه يعني مباشرة أو بمجهر كذلك بوسيط. هنا كنعتمدوا على هذه الملاحظة في نهج التقصي للتأكد من الفرضيات اللي كنطرحها دائما في الخطوات ديالو في نهج التقصي. وكذلك ممكن نعتمدوا على تحقيقات أو زيارات ميدانية إطار دائما تحقق من الفرضيات. إذن هذا كيخص الخطوة الرابعة اللي هي اختبار الفرضيات. اختبار الفرضيات هو اللي مفصل إلا كتلاحظوا الاختبارات، يعني الاختبارات سواء الولوج الدرجة الأولى والثانية ملي كتعطيو الاختبارات يعني الترقي بالدرجة أو كذلك المباراة ديال التفتيش، كتلاحظوا أن دائما كيعطيو تيحاولوا ما أمكن أنهم يتكلموا على واحد النوع من أنواع ديال هاد الاختبارات اللي كتتم بها اختبار الفرضيات، إما توظيف تجربة أو مناولة، إما توظيف النموذج، إما توظيف بحث في وثائق، إما ملاحظة مباشرة، إما زيارات أو تحقيقات، دائما في إطار نهج التقصي. نهج التقصي ثم الخطوة التي تلي اختبار الفرضيات هي تقاسم النتائج. مباشرة بعد اختبار الفرضيات يقوم المتعلمين بتقاسم النتائج ديال الاختبارات اللي قاموا بها. يعني أن ممكن أن داخل فصل واحد يعني جماعة الفصل الوحدة تكون مجموعة من مجموعات، كل مجموعة تتكلف بواحد تجربة أو نموذج أو بحث في وثائق خاصة بها، وممكن أنها توصل نتائج وتقاسمها مع مجموعات أخرى، أو ممكن أنهم يخدموا على نفس التجربة يعني حسب ميثاق العمل الذي تم الاتفاق عليه في الخطوة الثالثة. ثم الخطوة الأخيرة لنهج التقصي هي تعميم الاستنتاجات. تعميم الاستنتاجات يعني أنه يستخرج يعني أنه يجيب يعني يضحد أو يثبت تلك الفرضيات التي اقترحها والأجوبة المؤقتة التي اقترحها في الخطوة الثالثة، يعني كيتوصل لواحد الاستنتاج عام في الأخير. بالنسبة دائما في إطار هذا النهج التقصي، نهج التقصي هو نهج علمي، قلنا على أنه فيه مجموعة من يعني كي مجموعة من المراحل، وهذه المراحل المرحلة اللي كتبين اختلاف بين مجموعة من يعني الطرائق أو الخطوات، هو إما المناولة إما النموذج إلى آخره. هنا عطيتكم مثال اللي تعطف واحد وثيقة ديال واحد الامتحان كيبين على أنه راه نهج تقصي ولكن باعتماد تجربة. فالخطوة الأولى هي الملاحظة، يعني كنا دائما كنبداو بالملاحظة، يعني ملاحظة فيها طبعا معارف قبلية، ثم يتم طرح مشكل أو سؤال صياغة سؤال تقصي،
يتم يعني جمع المعطيات المتوفرة وربط العلاقة بينها. كاين ثم وضع فرضيات تفسيرية، هذه الفرضيات التفسيرية يتم اختبارها بواسطة التجريب، يعني كنتكلموا على التجربة أو المناولة، ويمكن توصلوا النتائج، هذوك النتائج يمكن تحليلها ثم الاستنتاج ثم تأكيد صحة الفرضية ثم صياغة حل المشكل الأول. يعني الناس السؤال اللي طرحنا في الأول تنتوصل للصيغة ديال الحل ديالو وتعميم نتائج الدراسة. إلا ما كانش هاد الفرضيات يعني كتجاوبنا على هاد السؤال هذا، كنعاودو نرجعو تأكيد من عدم صحة الفرضية، استحالة تأكيد صحة الفرضية، وكنرجعو للمشكل وكنشوفو واش الفرضيات اللي فيها مشكل أو في صياغة سؤال التقصي. هذا فقط اللي كنوضحو فيه أن دائما نحن في نهج التقصي ممكن نوظفوا مجموعه من يعني من العمليات حسب موضوع الدرس. فهذا المثال هذا وضفنا تجربه. هنا ننتقلوا الان لوجوه الاختلاف بين المنهج التجريبي والمنهج التقصي. هذا دائما كيكون واحد الخلط عند الاغلبيه، شنو الفرق ما بين المنهج التجريبي والمنهج التقصي. غادي نوضعوا يعني نشوفوا من حيث من المعني، وضعيه البحث، نوع المعرفه، المده الزمنيه، الاختبار. اللي كنتكلموا على المنهج التجريبي، فمن المعني في هذا المنهج التجريبي هو العالم، فهو باحث، اذا هو العالم. اما في المنهج التقصي فهو المتعلم او الباحث. اما بخصوص وضعيه البحث فوضعيه البحث في المنهج التجريبي هي وضعيه علميه حقيقيه، اما في المنهج التقصي فهي وضعيه علميه مخطط لها مسبقا. ونوع المعرفه في المنهج التجريبي هي معرفه علميه عالمه جديده، أما في نهج التقصي فهي معرفة منقولة ديداكتيكيا، يعني معلومة سلفا. أما المدة الزمنية بالنسبة للمنهج التجريبي فهي غير محددة، مرتبطة بنوعية الموضوع. أما نهج التقصي فحصة أو حصة. الاختبار اللي كنقوم به في المنهج التجريبي هو التجريب، أما بالنسبة لنهج التقصي الملاحظة، التوثيق، الخرجات، المنهج، المناولة. إذا كتلاحظوا المناولة هنا بدلناها، مابقيناش كتبنا التجربة، كتبنا المناولة، لأن كما تكلمت لكم على التجربة هناك فرق كبير بين المناولة والتجربة. إذا هذا هو وجوه الاختلاف بين المنهج التجريبي والمنهج التقصي. يعني أن المنهج التجريبي راه يعني هو هنا من هذا الجدول هذا كيوضحوا يعني واضح جدا الفرق بينه وبين المنهج التقصي. الان غادي نمروا للمستويات التقصي، يعني ان كيفاش ان ممكن اننا نوظفوا هذا المنهج التقصي من المستوى الاول الى المستوى السادس. كيكون اشكال حسب المستويات، لذلك كاين واحد المقياس اللي كيتسمى مقياس هارن. هذا غير فقط باش يكون تكون عندكم هذه المعلومه ديال ان التقصي له مستويات. هاد المستويات كتبدا من مستوى صفر الى المستوى ثلاثة، مرورا بمستوى واحد، جوج، ثلاثة. المستوى الاول او المستوى صفر يعني كنسميوه تقصي التاكيد والتحقق، يعني ان كما كنقولوا دائما ان المنهج التقصي فيه مشكل، كاين اجراءات كيقوم بها المتعلم، كاين الحل. يعني نقدر نقولوا هاد ثلاثه ديال الانشطه الاساسيه، كاين مشكل، اجراءات، حل. في المستوى صفر المتعلم ليس هو الذي يتكفل بالمشكل او يحدد المشكل ولا يقوم بالاجراءات ولا يعطي الحل، بل يبرهن المتعلم خلال القيام بنشاط تكون فيه مشكل والاجراءات والنتيجه محدده من قبل الاستاذ. يعني الاستاذ هو الذي يقوم بتحديد المشكل، يعني بتحديد الاجراءات وباعطاء الحل. هذا مستوى صفر بالنسبه للمنهج التقصي. بالنسبه للمستوى الاول واحد، التقصي هنا منظم، يعني ان كنحيدوا الاستاذ كيتكلف بالمشكل، الاجراءات كيبقى ليه الحل، هو اللي كيعطيه المتعلم، يعني ان كيساهم المتعلم بواحد على ثلاثه، بينما بالنسبه للمسؤوليه عند الاستاذ هي اثنان على ثلاثه. بالنسبه لمستوى اثنان، نهج التقصي يعني اللي كيتسمى هنا التقصي الموجه، تكون فيه مشكله محدده من قبل الاستاذ وعلى المتعلمين تحديد الاجراءات والحل. يعني جوج على ثلاثة هي المسؤولية ديال المتعلم، أما المسؤولية ديال الأستاذ هي واحد على ثلاثة، يعني هي المشكل. بالنسبة للمستوى الثالث اللي هو مستوى أعلى، هو التقصي المفتوح، تكون فيه المشكلة والإجراءات والحل محددة من طرف المتعلمين، يعني مسؤولية كاملة على المتعلم، وهنا الأستاذ كيكون بمثابة موجه فقط في هذه الخطوات ديال نهج التقصي.
اذا هادو هما مستويات ديال التقصي. ونمروا الان للنموذج دي دفتر التقصي اللي كنتكلموا على دفتر التقصي. كنلاحظوا ان دفتر التقصي ما كنقصدوش به الدفتر يعني اللي كيكتب فيه المتعلم ملخصات او ما تم التوصل اليه يعني جماعه القسم ما توصلت اليه جماعه القسم، ولكن هو دفتر التقصي هو دفتر خاص بكل متعلم، لان مثلا عنده تمثلات تختلف عن الاخرين، وممكن انه التمثلات تعطي يعني تدل على الفرضيات ديال هذوك الفرضيات او الاجوبه المؤقته اللي ممكن يجاوب بها على 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 سؤال التقصي. يعني ممكن انه حتى سؤال التقصي انه يعبر عليه بطريقته الخاصه، يعني هذا الدفتر التقصي كيعطي واحد الخصوصيه للمتعلم اللي كيعبر فيها على سؤال التقصي بتعبيره الخاص، وكيقدر يحط فرضيات تختلف عن الاخرين او تشابه، يعني فرضيات تكون مشابهه للزملاء ديالو. وكذلك يعني الاستنتاجات ممكن انه يستنتج استنتاجات اخرى، وممكن انه تكون مختلفه عن الاخرين ويقدر انه يصححها. وكذلك الملاحظات ممكن انه يدرج مجموعه من الملاحظات والمفاهيم والاضافات اللي تتميز بها يعني هو على الاخرين، وكذلك ما يود معرفته وتجربه خلال الحصه القادمه. هذا نموذج ديال دفتر التقصي اللي يعني كنلاحظوا ان الاغلبيه كيقتصر يعني كيخلي داك الدفتر التقصي على اساس انه ديال يتم فيه تدوين ما توصلت اليه جماعه القسم. وربما هذا فيه اشكال، لان دفتر التقصي خص يكون يعني يكون عنده خصوصيه، يكون يعني انه خاص بكل متعلم، انه يقدر انه يعطي فرضيه وهذيك الفرضيه خاطئه ولكن هو يصر على هذيك الفرضيه. ولكن شنو بغينا حنا؟ انه يتملك دوك المهارات، يعني ان دوك المهارات انه عنده فرضيه وخصو يتحقق منها وغيبقى يتحقق منها اما بالتجريب وكذا، وغيتوصل وغيستنتج يقدر انه يرجع لهذيك الفرضيه ويقول انها غير صحيحه. يعني ان دفتر التقصي كيخص كل متعلم على حده. رجعوا الان التخطيط ديال درس بتوظيف نهج التقصي. ملي كنتكلموا على التخطيط ديال درس بتوظيف نهج التقصي، لابد من استحضار المحيط كما تكلمنا في اول في المحور ديال اسس ومبادئ ديال مبادئ منهاج. فاستحضار المحيط ضروري اثناء تخطيط لدرس بتوظيف نهج التقصي، وكذلك الانطلاق من المحسوس الى المجرد. كنحاول ما امكن في وضعيه الانطلاق تكون انها محسوسه، يعني ان كنتطرق الى ما هو محسوس، وفي الاخير كنوصلوا في الخلاصه الى ما هو مجرد. وكذلك الملاحظه تنتقل من ما هو تلقائي الى ملاحظه دقيقه. هذه كلها يعني كنستحضروها اثناء التخطيط للدرس بتوظيف نهج تقصي. اذا المراحل الاساسيه ديال هذا او الخطوات المنهجيه لتخطيط درس النشاط العلمي بتوظيف نهج التقصي هي كالتالي. المراحل الانشطه يعني التعليميه، اول حاجه ملاحظه وضعية الانطلاق، يعني أن الأستاذ كيطرح وضعية الانطلاق، يعني كنحط المتعلم في السياق، كنحاول ما أمكن نتعرفوا على التمثلات، خلخلة معرفية، يعني كيكون عنده واحد التوازن معرفي، ويتم خلخلة هذا التوازن المعرفي بوضعية جديدة. بعد هذه الوضعية الجديدة ينبثق منها يعني واحد فهم، يعني واحد طرح المشكل، وهذا الطرح المشكل يعني كيحس بواحد المشكلة، كيطرح أسئلة بصياغة بشكل دقيق، يعني هنا كيصوغ واحد السؤال الذي سيبحث عن الإجابة عليه في الخطوات القادمة. ثم صياغة الفرضيات، ملي كيحط هذا السؤال هذا أو سؤال التقصي كيعطي مجموعة من اقتراحات مؤقتة في سيرات أولية شفهيا أو كتابيا. تبدأ كما قلنا أن ممكن تبدأ في رأيي، أعتقد أن من وجهة نظري إلى آخره. ثم ينتقل إلى الخطوة يعني الرابعة اللي هي اختبار الفرضيات. فاختبار الفرضيات هنا متعلمين يقومون بعزل المتغيرات واعتماد المناولات، تجربة أو النمذجة أو يعني الوثائق أو المعاينة المباشرة حسب موضوع الدرس، حسب الدرس اللي تطرقنا ليه. ثم بعد اختبار الفرضيات يتم وصف النتائج. خصنا نفرق ما بين الوصف
والتحليل. فالوصف ليس هو التحليل، الوصف يعني هذه مهارة اللي خص نمكنوا منها المتعلمين. يعني ان الى لاحظتوا المباراه يعني الاختبار ديال 2020 تكلموا على المهارات العلميه، تحدثوا على مهارات الوصف مثلا، مهارات مثلا التصنيف، مهارات الملاحظه. يعني ان هذه المهارات يعني خصنا نضبطوهم، نعرفوا امتى كيتستعملوا. وكنلاحظوا ان ما يمكنش مثلا ان التلميذ يدير التحليل بدون انه يوصف، يمر من هذه المهاره ديال الوصف. ما يمكنش مثلا انه يفسر بدون انه ما يدير التحليل. يعني ان كاين واحد يعني ترتيب يعني منهجي لهذه المهارات، وكل مهاره تستوعب مهاره اللي قبل منها. وهذه المهارات راه كاينين في المنهج، يعني في المنهج ديال ماده النشاط العلمي تحدث عليهم بالتفصيل، وكل مهاره عندها التعريف ديالها. وهذه المهارات يعني مهارات هي مهارات علميه، هي ايضا هدف اللي غادي نتكلموا عليه في محور التقويم، وغنتحدثوا على كيفاش ان الاستاذ خصو يستحضر هذه المهارات ويقومها كذلك بالاضافه الى المعارف. بعد يعني وصف النتائج يقوم المتعلم بتحليل النتائج، مقارنه النتائج بالفرضيات المقترحه من اجل اثباتها او نفيها. في الاخير خلاصة أو تعميم تشكيل وبناء التعلمات المستهدفة بتدخل من الأستاذ وتوثيقها إما في شكل عن شكل استنتاجات أو أشكال أو جداول أو خطاطات. إذا رجعنا الكفاية غنلقاو بأنها كتتكلم أيضا دائما على 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 يعني أن المتعلم خصو أنه يعبر على هذه النتائج إما شفهيا إما كتابيا إما بواسطة جداول أو خطاطات. إذن هذو هما خطوات يعني خطوات اللي ممكن أنه نخططوا بها الدرس في النشاط العلمي بتوظيف نهج تقصي. وكنتكلم هنا على أنشطة بناء المفهوم، لأن سبق لي تكلمت لكم على أنه خصني نفرق ما بين ثلاثة ديال الأنواع من الأنشطة: أنشطة ديال بناء المفهوم، أنشطة التصنيف والتوليف والتقويم والدعم، وأنشطة الاستثمار والامتداد. فهذا بالنسبة لهذا التخطيط هذا فيخص بناء المفهوم وليس أنشطة ديال التقويم والدعم. ما هي شروط الإنجاز؟ يعني شروط الإنجاز اللي هي كتكمن في التثمية ديال الشروط ديال الإنجاز ديال هاد يعني ديال هاد الأنشطة في النشاط مادة النشاط العلمي. أولا دفتر التقصي سبق لي تكلمت عليه، الوسائل التعليمية لابد أن تكون متوفرة، والوسائل راه يعني ان حتى الموضوع ديال الدرس هو اللي كيحدد الوسائل. ثم ايضا البيئه الامنه، يعني توفير واحد البيئه امنه للمتعلم. اللي كنقصدوا البيئه الامنه يعني ما كنقصدوش انه التعنيف، لان اصلا العنف راه ممنوع، ولكن كنقصدوا بان مثلا ملي كيعطي المتعلم الفرضيات ديالو كنقبلوها، ما كنقمعوهش، وكنحسوا بواحد يعني الثقه في النفس، وكنوفروا ليه واحد البيئه اللي كنسميوها امنه. كذلك بالنسبه للكراسات والكتب الدراسيه، يعني خاصها تكون متوفره باش انه يعني انه ينجز الخطوات ديال الوصول الى خلاصات في موضوع ما. كذلك التكوين الذاتي هنا كنخصو به الاستاذ المدرس، ان يعني انه ملي غادي يبغي مثلا يبني مفهوم جديد مع المتعلمين، خص الاستاذ انه يتمكن منه يعني معرفه اكاديميه، يعني يتمكن منه مزيان قبل ما يدير ليه النقد الديداكتيكي للمتعلمين. هذا كنقصدوا به التكوين الذاتي. ثم ايضا كاين شروط ايضا خاصه بالتكنولوجيا الاعلام والاتصال، يعني ان ممكن هناك دروس اللي كنوضحوا فيها التكنولوجيا والاتصال اللي كتسهل علينا العمليه ديال النقل الديداكتيكي للمفاهيم، وكذلك كتسهل علينا الوصول الى الاهداف المسطره. وكذلك المسابقات العلميه اللي كتحفز لينا المتعلمين على انهم يدعوا انهم يبتكروا مجموعه من المهارات اللي كيوظفها في هذه المسابقات العلميه وكيتميز بها. ويمكن ايضا تنظيم رحلات مشاريع حسب مواضيع ديال النشاط العلمي. هذا كله في بالنسبه للشروط ديال الانجاز. الان غادي نمروا للمحور ديال التقويم. بالنسبه للتقويم في النشاط العلمي يختلف يعني شيئا ما حول بالنسبه للمواد الاخرين. فالتقويم
بالنسبة للتقويم في النشاط العلمي هو جزء مندمج ديما صيرورة عملية التعليم والتعلم، حيث يتم جمع المعطيات من خلال أساليب التقويم. يعني أن هناك مجموعة من الأساليب، أول حاجة أن التقويم مندمج، والتقويم هنا حسب الأهداف، وراه غادي نشوفوا كيفاش أن الأهداف في مادة النشاط العلمي تنقسموا حسب مكونات ديال النشاط العلمي. قلنا أن النشاط العلمي فيه ثلاثة ديال المكونات، وهذه المكونات هي اللي كتحدد لنا ثلاثة ديال الأهداف مختلفة، وهذه الأهداف ممكن أننا نشوفوا أنواع التقويم اللي مناسبة لهذه الأهداف. إذا قلت على أن يتم جمع المعطيات من خلال أساليب التقويم المختلفة من أجل اتخاذ القرارات الدقيقة، والتقويم يوفر للمدرس معلومات عن تحصيل المتعلمين متعلمات المتعلمين في علاقة بأهداف التعلم. إذا كما قلت لكم أن هذا التقويم دائما عنده علاقة بأهداف التعلم، وباستخدام هذه المعلومات يتخذ المدرس القرارات الملائمة بشأن مسارين أساسيين، إما المسار الأول إما تحسين النتائج وهذه عندها علاقة بالمتعلمين، أو مسار تحسين طرق وأساليب التدريس. يعني ممكن أن نرجع للطرق اللي كيستعملها المدرس والأساليب اللي كيستعملها في التدريس. إذا بالنسبة لأساليب التقويم، عندنا مجموعة من الأساليب ديال التقويم. أولا ممكن أننا نستعمل دفاتر التقصي لتقويم تعلمات أو مكتسبات المتعلمين. منها كنلاحظوا كنشوفوا واش أنه يقدر يسوق مثلا السؤال، يعني السؤال التقصي ممكن اننا نطرقوا كما تكلمت لكم على دفتر التقصي انه يعني خاص بكل متعلم، يعني انه يعني ملي كنعتمدوا على هذا هو اللي كيعطينا الصوره الحقيقيه حول مدى تمكن المتعلم من هذه المهارات ديال التفكير العلمي او الممارسات العلميه. كذلك الممارسات العلميه، مثلا واش متمكن المتعلم من خطوات المنهج العلمي، واش انه تمكن من خطوات ديال المشروع، واش انه كيوظف التكنولوجيا مثلا. اذا هذا مجموعه من الممارسات العلميه اللي ممكن اننا نقوم بها المتعلم. يعني ان مثلا ان خطوات ديال النهج التقصي واش هي بحد ذاتها هدف ممكن أن نقوموها. يعني واش هاد المتعلم أنه تمكن من الخطوات بشكل يعني كبير. وكذلك يعني المراقبة المستمرة، كذلك ممكن أن نطرق المراقبة المستمرة اللي ممكن أنها تكون أسلوب من الأساليب لتقويم مكتسبات المتعلمين في مادة نشاط علمي، وكذلك الملاحظات المباشرة اللي كيقوم بها الأستاذ خلال تقديم أو بناء المفهوم، أو خلال كذلك استثمار الأنشطة أو المفاهيم العلمية أو الامتداد ديالها. كذلك ممكن أنه يوظف العروض والبحوث والمجلات الحائطية لتقويم مكتسبات المتعلمين. أيضا ممكن تصميم النماذج ومساقط الصور والرسوم، كذلك ممكن مناقشات. إذن هذه أساليب متعددة لتقويم مكتسبات المتعلمين. الآن غادي نتكلموا على هذا التقويم، هذا كيف يتم هذا التقويم. يعني أن من خلال مكونات النشاط العلمي كنلاحظوا أنها مرتبة بشكل متماسك ومترابط لتمكين المتعلمين والمتعلمات من الدراسة بشكل فعال، يعني الممارسات العلمية وتطبيق المفاهيم الشاملة لتعميق فهمهم المضامين الأساسية. هذه فقرة خديتها من المنهج وسطرت على الممارسات العلمية، المضامين الأساسية، المواقف الإيجابية. يعني أن المكونات ديال النشاط العلمي هما ثلاثة، كاين المضامين الأساسية، الممارسات العلمية، القيم والمواقف. هاد المكونات الثلاثة كنصوغوا أهداف. ملي كنتكلم على المضامين الأساسية كنسطر أهداف، كنقول أن عندي أهداف معرفية، عندي أهداف مهارية، عندي أهداف وجدانية. غادي نوصل مع المتعلمين هذه الأهداف مثلا المعرفية ونحددها، كنقول مثلا غنوصل معاه أهداف مهارية أنه يتمكن من الملاحظة مثلا دقيقة، غنوصل معاه مثلا أهداف وجدانية كمثلا التعاون داخل وسط واحد المجموعة. إذا هذه كنسطر الأهداف حسب المكونات ديال النشاط العلمي. من خلال هاد الأهداف الثلاث أو الأنواع ديال الأهداف الثلاث ممكن نتكلم على القدرات. يعني القدرات بما أن هدف تعلمي هو يعني تطبيق قدرة على محتوى، فالقدرات المرتبطة بالأهداف المعرفية منها مثلا تذكر وتعرف. ملي كيتذكر مثلا ولا كيتعرف فهنا كنتكلموا على الأهداف المعرفية. ملي كيوصف مثلا، ملي كيقدم أمثلة،
هذا كنعطي تنتكلموا على اهداف معرفيه. الصيغه ديال مثلا الاهداف المعرفيه تذكر وتعرف مثلا، ممكن التعرف على المفردات والمصطلحات العلميه والرموز والاختصارات، مثلا تحديد الاستخدامات المناسبه لمعدات والاجراءات العلميه، مثلا يوصف لنا او يحدد اوصاف خصائص وبنيه ووظائف الكائنات الحيه والمواد، يوصف لنا او يحدد لنا العلاقه بين الكائنات الحيه والمواد مثلا، يقدم لنا امثله توضح صيغه الحقائق او لمفاهيم مع الامثله. هذه كتسمى اهداف معرفيه. كمثال لهذه الاهداف المعرفيه مثلا عندنا دروس ديال مثلا ديال مثلا التكاثر. الهدف الاول ان يتعرف مكونات البذره، هذا هدف معرفي، ان يتعرف الاعضاء المسؤوله عن الحساسيه الشعوريه، هذا مثلا هدف معرفي، ان يذكر اضرار اهدار طعام مثلا، هذا هدف معرفي. هذه كلها اهداف معرفيه. لذلك هذه الاهداف المعرفيه عندها علاقه بالمحتوى والمضمون. غنطرق الآن الأهداف اللي عندها علاقة بالمهارات، أهداف مهارية وتفصيلها. يعني أن مثلا ملي كنتكلموا على التحليل فكنقصدوا بها مثلا مهارات التحليل، ملي كنقولوا كنستهدفوا مهارات التحليل، أن مثلا متعلم قدرة المتعلم على التعرف على عناصر مسألة علمية واستخدام المعلومات ذات الصلة، المفاهيم، العلاقات، أنماط البناية، الإجابة على الأسئلة وحل المشكلات. هذا مثلا مهارة ممكن أننا نستهدفها. مثلا أننا ممكن نسطروا هدف حول التركيب، مهارة التركيب، الإجابة على المفردات التي تتطلب النظر في عدة من في عدد من العوامل المختلفة والمفاهيم ذات العلاقة. مثلا ممكن تتكلموا على صياغة أسئلة فرضية تنبؤ، هذه كذلك مهارة. صياغة السؤال هو مهارة، صياغة فرضية هو مهارة، تنبؤ ما هو كذلك فهو مهارة. إذا ممكن أننا نسطر هاد المهارات هادو. ممكن ان ايضا نقول نتكلموا على تصميم تحقيقات، رسم خطه تحقيقات او اجراءات مناسبه للاجابه على اسئله علميه او اختبار فرضيات. كذلك تقييم تفسيرات البديله مثلا الاستنتاج كذلك فهي مهاره، تعميم كذلك فهي مهاره، تبرير فهي مهاره. اذا هنا مجموعه من المهارات يعني العلميه، المهارات العلميه اللي ممكن اننا نستهدفها ونحطوا ونصوغوا اهداف. وكأمثلة عندي هنا في الأمثلة الأهداف ديال المهارات ديال الأهداف المهارية، مثلا أن يتعرف على العلاقة بين البذرة وتكاثر النبتة، يعني وكاين واحد العلاقة، يعني هذه مهارة. أن يستنتج مثلا، أن يكون قادرا على صياغة سؤال التقصي، هذه مهارة. أن يلمس خطوات النهج التجريب مثلا مهارة. أن يفسر يعني التفسير، هذه مهارة. أن يستنتج كذلك مهارة. إذا كتلاحظوا أن عندنا هنا اهداف خاصه بالمهارات. ممكن اننا نطرقوا للاهداف خاصه بالوجدان، يعني هدف عنده علاقه بالوجدان. الهدف الوجداني له علاقه بالتفاعل الايجابي المتعلم ازاء الذات ديالو المحيط ديالو، ويتضمن قيما ومواقف ايجابيه، مثلا الحفاظ على البيئه، مثلا الاختلاف. يعني كنسطر هدف كنقول واش نقدر نوصل لهذا الهدف ديال الحفاظ على البيئه، واش نقدر نوصل لهذا الهدف ديال الاختلاف، مثلا قبول الاخر، أدب الحوار، الاختلاف العلمي إلى آخره. إذا حاولنا أننا يعني نميز ما بين الأهداف حسب مكونات مادة النشاط العلمي. دائما هنا كنتحدث على التقويم. احنا جايين دابا لشبكة لقياس التعلمات. مثلا نرى تم في توصيف ديال الإطار المنهجي ديال هذا الامتحان ديال ولوج مركز تكون مفتشين، تكلموا على الأداة ديال أداة الملاحظة. خص المترشح يكون يعني متمكن أنه يبني، وأنه يعني أنه يقدر يبني هذه الشبكة ديال قياس التعلمات. يعني ملي كنتكلموا على شبكة تقويم التعلمات، يعني هي شبكة لقياس التعلمات. ويقصد بشبكة قياس التعلمات أي شبكة الملاحظة التي يكون هدفها تقويمي. يعني دائما كنتحدثوا في التقويم، فشبكة التقويم هي شبكة للملاحظة، ولكن هدفها هو تجميع وتقديم معلومات ضرورية لاتخاذ قرار معين بالنسبة لوضعية أو حدث أو منتوج أو شخص، فهي أداة للقياس وغايتها الحكم واتخاذ قرار معين. وتتكون من ماذا؟ هذه الشبكة هذه فيها عدد الحوايج، معايير، مؤشرات، سلم تقديرات. كنقصدوا معايير تعتبر مرجعيه للقياس والحكم على موضوع معين، وبدورها هذه المعايير تحتاج الى مؤشرات تحددها وتضمن ترميزها بدقه وبواسطه سلم تقديرات. غادي نفصلوا فيها اكثر. غادي نرجعوا لنا على ان ومنه فهاد ان الشبكه ديال التقويم فيها ثلاثه ديال العناصر، كاين معايير، مؤشرات، سلم تقديرات. السؤال الان كيف يتم بناء الشبكه
للإجابة عن هذا السؤال والإسباب النهجية سنتطرق أولا إلى تحديد سلم التقديرات. غادي نتكلموا بعدا أولا على سلم التقديرات اش كنقصدوا به، اش كنقصدوا بسلم التقديرات في شبكة ديال التقويم. أولا سلم التقديرات كنلاحظوا أنها كتبدا من واحد جوج ثلاثة أربعة. ممكن نقول مثلا حطيت هدف وبغيت نعطي واحد التقدير مثلا، وكنقول على أن مثلا لا يستجيب للمتطلبات أو ضعيف، ممكن نعطيه اثنين مثلا نقول يحتاج إلى 90 أو دون المتوسط، مثلا قدر نعطيه ثلاثة نقول جيد أو متوسط أو يصف عملا متينا يستجيب للانتظارات، ممكن نوصل لأربعة نقول جيد جدا أو جيد أو يستجيب لمعايير. إذا كتلاحظوا أن هذا السلم هذا كيتسمى بسلم تقديرات. يمكن الأستاذ أو الملاحظ، هنا راه الأستاذ هو الملاحظ، أن يعطي تقديرا من بين التقديرات المبينة في الهرم جانبه مجموعة من القدرات المتعدمين. مثلا تنظيم العمل، ممكن نتكلم على تنظيم العمل، ممكن أنه يعطي واحد التقدير. ممكن المشاركة في بناء وصياغة سؤال التقسيم، قدر أنني نعطي واحد التقدير. ممكن أننا نعطي واحد التقدير حول العمل ضمن المجموعة، القيام بالمناولة وتجريب الانتباه وتوجيهات الأستاذ إنجاز العمل المطلوب. وتسمى هذه القدرات بالمعايير، يعني مثلا تنظيم العمل راه معيار، مثلا المشاركة في بناء وصياغة سؤال التقصي هو معيار، إلا أنه لا يمكن قياس هذه المعايير في شموليتها مثلا إلا إذا تم تفصيلها إلى مؤشرات يمكن ضبطها وقياسها بدقة، يعني أن كل معيار عنده مؤشرات. هذه مثلا أعطي مثال، مثلا فمثلا معيار المشاركة في بناء سؤال التقصي يمكن قياسه من خلال المؤشرات التالية. مثلا نقول يجيب المتعلم على أسئلة الأستاذ بجملة كاملة، هذا مؤشر على أنه يشارك في بناء سؤال التقصي. يقترح مثلا المتعلم أسئلة لها علاقة مباشرة بوضعية انطلاق أو مشكلة، هذا مثلا مؤشر يؤشر على مشاركة في بناء سؤال التقصي. وممكن نعطيه تقدير، يعني نعطي واحد منسيوني واحد في السلم تقدير واحد العدد، يقدم المتعلم مثلا عدة أسئلة وليس سؤالا واحدا فقط، هذا مثلا مؤشر على مشاركة المتعلم في بناء سؤال التقصي. إذا هنا تكلمنا على المؤشرات. إذا الآن الشبكة تكون من معايير عند مؤشرات عند سلم تقديرات، المعايير عند مؤشرات كتدل عليها. هذوك المؤشرات ممكن أنني نعطيها واحد النقطة عددية من واحد حتى ربعة مثلا حسب التقدير ديالي وحسب المؤشرات اللي كتدل عليها. هاد المعايير لابد من احترام بعض المبادئ. كاين مثلا الانسجام، الشموليه، الملائمه، الموضوعيه. اش كنقصدوا بالانسجام؟ نعطيك مثال، مثلا لا ينبغي ان يكون مؤشر الحفاظ على ادوات التجربه، هذا مثلا معيار الحفاظ على، او مثلا هذا مؤشر الحفاظ على ادوات التجربه ضمن معيار المشاركه في بناء سؤال التقصي. يعني ان ما يكون خص المؤشرات تكون ضمن مجموعه متناسقه متكامله فيما بينها وتعين معيار واحد. الشمولية أن تشمل المعايير جل المؤشرات محتملة. ملي كنقولوا معيار ما خصنيش نتغاضى على واحد المؤشر اللي مثلا كنحس به أساسي. كنقول مثلا أن المشاركة في بناء سؤال التقصي كاين واحد المؤشر اللي كيدل عليه مزيان، خصني نحطهم كاملين ونحاول ما أمكن أن هذوك المؤشرات تكون شاملة لهذا المعيار. الملائمة ومعناها أن المعايير ينبغي أن تلائم الأهداف التعلمية للمادة أو النشاط العيني، فجنس المتعلم مثلا ذكر او انثى لا علاقه له بمدى مشاركته في بناء السؤال، اذا خص يكون واحد الملائمه. كذلك الموضوعيه وتعني ان المعايير والمؤشرات ينبغي ان تحدد بكيفيه واضحه لا تحتمل التاويل، خص تكون واضحه. اذا كمثال مثلا على شبكه ديال التقويم، مثلا هنا غادي نحطوا هذاك المثال اللي عطينا المشاركه في بناء سؤال التقصي، هذا كمعيار، وحددت ثلاثة ديال المؤشرات، يجيب المتعلم على أسئلة الأستاذ بجملة كاملة، أعطيته التقديرات، ممكن نشير إلى نوع التقديرات هذا كمثال مثلا لهذه الشبكة اللي تكلمنا عليها، هي شبكة تقويم تعلمات ديال المتعلمين، وممكن نستعملها في أنشطة بناء المفهوم، ممكن نستعملها في أنشطة تقويم المدة، ممكن نستعملها في أنشطة استثمار والامتداد، حسب يعني الحاجات ديالي لهذه الشبكة. وهي راه أداة كتكون يعني علمية وكتكون مضبوطة. كإضافة يمكن هذا النوع الدقيق من التقويم عامة من تحديد المتعلمات والمتعلمين المحتاجين إلى الدعم. إذا ملي كان مثلا كندير هذا التقويم الدقيق اللي كنعتمد مثلا على واحد الشبكة بحال هكا، حنا كنتكلموا على ما يجب أن يكون، اللي كتكون عندنا واحد الشبكة دقيقة بحال هكا وكتوصف لنا يعني فيها معايير مؤشرات فيها تقديرات، ممكن أننا يعني تحدد لنا يعني المتعلمين اللي كيحتاجوا للدعم.
يعني غادي في الاخر غادي ندير واحد التفريغ لهاد الشبكات، غنتوصل لواحد النتيجه ديال واحد مجموعه المتعلمين يعني اللي محتاجين الدعم. كذلك ممكن انني نتوصل نوع الصعوبات، ممكن ان نلقى واحد المعيار ولا مؤشرات كتدل على ان المتعلمين عندهم هاد الصعوبات وهاد التعثرات من خلال هاد الشبكات. ممكن ان كتبين لي ان احصلوا على نتائج ضعيفه في واحد القياس، يعني في واحد التقدير ممكن اننا نحددوا الصعوبات ونقول على ان المتعلمين يعني عندهم مثلا صعوبه في بناء سؤال تقصي كمثال عطيتكم قبل في شبكه تكون التعلمات. كذلك تصنيف المتعلمين المتعلمين حسب نوع احتياجاتهم ودرجاتها. كلما كان عدد المتعلمين المتعلمات للدعم كبيرا، يعني كلما كانت الحاجه الى مراجعه طرائق التدريس كما قلت لكم على ما ان تقويم له مسارين، يعني تحسين النتائج او مراجعه ديال الطرائق. اذا كان العدد كبير ديال المتعلمين يحصلوا على نتائج ضعيفه، يعني ان عندي مشكل في الطرائق والتقنيات اللي كان ولا الوسائل اللي كنوظفها. ويمكن ان يكون ضعف مكتسبات السابقه المتعلمين ايضا في سبب في التعثر الدراسي. اذا هذا بالنسبه للدعم. وبالنسبه للاختبارات ديال المباريات، راه دائما كيعطيو مثلا يعني يتكلموا على التقويم، يعطيوك نشاط يقول لك اعطينا مثال النشاط اللي نقدر ان نقوم بهذا الهدف هذا. يعني ان خصني نستحضر الهدف، كنحدد بعد الهدف هو الاول، كنقول بعدا قبل من الهدف كنحط مثلا هذا النشاط اللي تعطاني ولا هذه الوضعيه اللي تعطاتني فين كاين واش انشطه ديال بناء المفهوم ولا ديال تقويم الدعم ولا ديال استثمار الامتداد. من بعد كنشوف الاهداف، مثلا الاهداف واش اهداف معرفيه، واش اهداف ديال الاهداف مرتبطه بالمهارات، واش اهداف مرتبطه بالقيم. ملي كنحدد هذه الاهداف ممكن انني ديك الساعات نصوغ واحد يعني نشاط اللي ممكن انني يعني ندعم به هاد المتعلمين المتعثرين مثلا، يعني حسب الوضعيه اللي كتعطيني في الاختبار. يعني كنحللها بالازيد من الاول للاخير. كانوا الان غادي نتطرقوا بعد ما تطرقنا للتقويم غادي نمشيو للمشروع التكنولوجي اللي هو ممارسات العلميه اللي هي من مكونات ماده النشاط العلمي. المشروع التكنولوجي هو جديد من يعني هذا مستجد، هو يعني هذه المشاريع ذات طبيعه تكنولوجيه منسجمه مع مجالات علوم الحياه والعلوم الفيزيائي وعلوم الارض والفضاء، يمكن انجازها داخل الفصل او خارجه، يقدم في الحصه الاخيره من الاسبوع الرابع من كل وحده. اذا هذا بخصوص هذه المشاريع. كذلك بالنسبه للمشروع التكنولوجي عنده الاهداف ديالو. اول حاجه كنلاحظوا استثمار، يعني ان المشروع يدخل ضمن انشطه الاستثمار والامتداد. استثمار مكتسبات المتعلمين من معارف ومهارات في التصميم والتصنيع، استثمار قدرات المتعلمين الاوليه وحبهم من الانشطه التطبيقيه والعمليه، يعني ويمكن ايضا تنميه القدره على حل مشكلات الحياه اليوميه، اعطائهم الفرصه للاشتغال كمهندس صغير. هذو هما الاهداف ديال المشروع التكنولوجي. وكنماذج بالنسبه للمشاريع التكنولوجيه، مثلا في المستوى السادس تتبع نمو نبته، هذا مشروع. مثلا صنع رافعه بسيطه، هذا مشروع. مثلا في الخامس صناعه مجسم تعاقب الليل والنهار، هذا مشروع. صناعه صاروخ مدفوع بالهواء المضغوط، هذا مشروع. هذو كامثله المشاريع. كيف يتم يعني الخطوات المشروع التكنولوجي؟ اولا الخطوه الاولى هو اختيار المشروع، يعني خص يكون محفز يراعي في الظروف والامكانات، خص تكون الامكانات يعني المشروع ملاء من الامكانيات ديال المتعلمين. انطلقوا من المحيط، دائما كنستحضروا المحيط يلبي الحاجات. من بعد منه كنحاول ما امكن نوضع واحد تصميم المشروع بوضع بطاقه توثيق مختلف مراحل انجاز ومواصفات المنتوج النهائي، يعني كنحطوا مواصفات شنو بغينا في الاخير. ثم بعده تليه الانجاز، انجاز المشروع يعني الانجاز الفعلي للخطوات متفق في المرحله ديال تصميم المشروع عليها مع تقييم مرحلي لكل خطوه. يعني كنحاولوا ما امكن نغتيفيو، يعني كنشوفوا كنرجعوا هذيك كل خطوه، من بعد كنطالعوا على شنو خاصنا، شنو غنزيدوا، شنو غادي نحيدوا، شنو غادي يعني واحد كندير واحد نغتيفي لكل خطوه. في الاخير يعني العرض ديال هذا المشروع، يعني التقاسم كنتقاسمو التقويم ديالو، يعني تقاسم المنتوج النهائي وتقويمه واستثماره. هذه هي الخطوات ديال المشروع التكنولوجي.
إذن إلى هنا تنتهي يعني ينتهي هذا العرض هذا. كنت حطيت هنا واحد الامتحان ديال كما قال لنا السي خالد على حسب السنه الماضيه. بغيت نناقشه ولكن قبل ما نناقشه يعني قبل ما نتطرق ليه غنتوقف هنا وغادي نفتحوا باب نفتحوا المجال للاسئله ونحاول ما امكن يعني يكون واحد التفاعل لان باش نعرف يعني واش نيت كاين واحد التواصل ولا ونشوفوا يعني الاسئله اللي ممكن نجاوبوا عليها حسب هذا اللقاء وهذا العرض. شكرا استاذ جزاك الله خيرا، كان عرض قيم صراحة. كان اعتذر لأن الأستاذ خالد غلط في الاسم وسميته فعل ميكرو ديال الأستاذة حنان الأخرى، ذلك ما كنتش كان تجاوب معك. لا ماشي مشكل أستاذة، بغيت نهضر. بغيت أستاذ غير واحد تعقيب على واحد أعطيتي واحد المثال في بالنسبة للكهرباء في المستوى الثالث كنظن. ما بقاش كيدار الدار الكهربائيه في المستوى الثالث، دابا حتى المستوى الرابع. اذا في المستوى الثالث ما كاينش الكهرباء والدار البسيطه وغيره في المستوى الثالث، اذا ابتداء المستوى الرابع. اذا كاين مجموعه من الاساتذه رافعين اليد من قبيله. استاذه ليلى، السلام عليكم. استاذ اسماعيل تفضل. نعم سي، اشكركم جزيل الشكر سي سي بالحسين على العرض القيم. عندي بعض الأسئلة اللي هي مختلفة حول العرض القيم. شكرا جزيلا. السؤال الأول هو هل يشار إلى العلاقة بين النهج التجريبي والنهج التقصي في الاختبارات وبأي شكل؟ السؤال الثاني ما المقصود بعزل المتغيرات في اختبار الفرضيات؟ السؤال الثالث ما العلاقة بين الخطوات المنهجية ومراحل نهج التقصي؟ أستاذ إلا ممكن تعودهم بالتأني باش نسجلهم. واخا سي الحسين، السؤال الأول هل هناك هل ستكون إشارة بين النهج التقصي والنهج التجريبي وبأي شكل ستكون؟ ممكن يكون هذا المقارنة. السؤال الثاني صافي مزيان أستاذ سي الحسين؟ تفضل استاذ. تفضل. نعم بارك الله فيك. ما المقصود بعزل المتغيرات في اختبار الفرضيات؟ السؤال الثالث ما العلاقه بين الخطوات المنهجيه وذكرتي استاذ هنايا المهارات، هذوك المهارات الا تفضلتي باش ممكن تكون شي اشاره عليهم، لان هذه المهارات تذكروا كثيرا. وهنا ما العلاقه بين الخطوات المنهجيه ومراحل نهج التقصي؟ كنلقاو هنا في الخطوات المنهجيه في المرحله الاخيره والمراحل الاخيره بعد التفصيل، ونهج التقصي كنلقاو 6 المراحل الا ان الخطوات المنهجيه اكثر من 6. المهم غير التوسع. السؤال الموالي المقصود بمسارات استاذ الا سمحتي غير هذا السؤال الاخير وضحه مزيان، عاود مزيان استاذ. اييه بالنسبه هنا كاين تداخل استاذ في الخطوات المنهجيه ومراحل نهج التقصي، الخطوات اكثر من المراحل، ربما تما غير في المرحله ديال التقاسم كاين خطوات كثيره ياك استاذ. كاين الخطوات المنهجيه. شكرا استاذ. بالنسبه للمقصود بمسارات التقويم، ربما ذكرتي تما يقدر يكون خلل في الطرائق، والثانيه استاذ راه ما غابت عليا الله يجزيك بخير. اياه كاين سؤال اخر هو عندي قدامي هنايا اللي هو كيخص التقويم. الى سمحتي استاذ كنشكرك استاذ باش ما نضيعش لك الوقت. المهم الى بان لي راه غادي نعاود نطرح. مرحبا بارك الله فيكم. شكرا استاذ. استاذه ليلى، استاذة ليلى، استاذة ليلى رافع اليد ومازال ما. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلي استاذة. شكرا استاذة. شكرا سي بالحسين على هذا العرض القيم. عفاك عندي واحد السؤال بالنسبة لاختبار الفرضيات، التجريب والمناولة النمذجة
بحث في وثائق، ملاحظة مباشرة وزيارة وتحقيقات. إلا سمحتي يا أستاذ، هاد النمذجة ما فهمت مزيان. نعم أستاذ، شكرا. أنظن إذا أستاذة تسمحي لي. تفضلي. ما بديتش معاكم، سمحوا لي ما بديتش العرض من البداية. الوغ كان ديجا بدا الوقت وعاد دخلت معاكم، داكشي علاش ما شديتش. وشكرا جزيلا. العفو استاذ. اذا كنظن غير الاستاذ والاستاذه اللي رافعين اليد لحد الان. استاذ ممكن تجاوب على الاسئله اللي طرح الاستاذ؟ غنضيف السي حسن الله يجزيك بخير سي الحسين. مرحبا. نعم. غنضيف هذا واحد السؤال كان بقى ليا، ومستويات نهج التقصي هذا راه فعلا ما عمرني سمعته. الفائده من مستويات نهج التقصي؟ ربما درتي ثلاثه مستويات ربما، ياك استاذ؟ نعم استاذ. الله يكثر خير، شكرا لك. تفضل استاذ. مرحبا. اذا نبداو نجاوبوا على بما بالنسبه للتعقيب ديالك استاذه حنان. استاذه حنان يا استاذه. نعم استاذ. بالنسبه للتعقيب ديالك ربما ذكرت انا المستوى الثالث، ما كنتش انتبهت. ربما كهرباء فعلا بالنسبه انا عطيت هذا المثال باش غير نذكر الاخوان والاخوات. بالنسبه لهذا المثال ديال الكهرباء، غير ان اللي بغيت نتكلم عليه هو الانطلاق من المحسوس الى المجرد. يعني ان انا مثلا الى غادي نتطرق يعني الشكل، يعني واحد الشكل ديال ذره كهربائيه بسيطه نرسمه في السبوره، قبل ما نتطرق لهذا الشكل هذا خصنا نتطرقوا الى ما هو يعني ملموس. هذا اللي كنا تكلمنا عليه بالنسبه كمثال اللي يعتمد على الكهرباء. السؤال ديال الاستاذ هل يشارك اسماعيل؟ بالنسبه للاستاذ كيتكلم، ربما هو عنده واحد الخلط ما بين خطوات نهج التقصي ومنهجيه تقديم درس، منهجيه تقديم درس وفق نهج التقصي. يعني راه ممكن ان غير هو اللي خصني نضبطه هو ان نهج التقصي كيدوز من واحد الخطوات واضحه وباينه. يعني الخطوه الاولى هي وضعيه الانطلاق، صياغة سؤال تقصي، طرح الفرضيات، اختبار الفرضيات، ثم يعني تفسير يعني الفرضيات، ثم في الاخير استنتاج. بالنسبه للميثاق العمل ربما كيدخل في الخطوه اللي هي في اختبار الفرضيات. يعني كنحدد قبل ما نبدا مع المتعلمين يعني اختبار الفرضيات، كندير معهم التعاقد حول ميثاق العمل. اللي هنا هذا ميثاق العمل كنقصدوا به هو حتى ملي كتستهدف المواقف والقيم ديال المتعلمين حين التعامل مع يعني التعامل مع الادوات، كذلك التعامل يعني التواصل فيما بينهم. يعني مجموعه من المهارات اللي كتستهدفها وعندها علاقه بالمواقف والقيم. يعني ان هذه المراحل ديال نهج التقصي راه ممكن انها تكون قل من المنهجيه ديال تقديم درس، غير هو تقديم درس يعني ربما راه هي داخله فيها، يعني وصل منها هذه الخطوات ديال منهجيه ديال تقديم درس اشمل من خطوات ديال نهج التقصي. بالنسبه ربما واضح الا كان واضح استاذ اسماعيل. ندوز واضح السي بالحسين، بارك الله فيك. دابا على الخطوات المنهجيه، الخطوات المنهجيه يعني دابا العلاقه بين هادشي تكلمنا عليه. نعم استاذ. دابا غنشوفوا المسارات. ربما تكلمنا على التقويم على ان عنده هدفين. يعني ان التقويم يسعى الى تحسين النتائج. ملي كنقولوا تحسين النتائج يعني كنشوف ان تحسين النتائج من المتعلمين. يعني ان ملي كيكون مثلا كيتصنفوا لي التلاميذ مثلا المتعلمين الى ثلاث فئات، فئة متمكنة، في طور التمكن، متعطرة. هنا كنحاول ما امكن نحسن النتائج، نرفع من عدد المتعلمين اللي متمكنين
مثلا الرفع من العدد ديال العدد ديال الاطفال اللي غير في طور التمكن وهكذا، يعني هذا هو تحسين النتائج. اما بالنسبه لتحسين الطرائق والاساليب او الوسائل فهذه يرتبط بالاستاذ او بالماده، يعني ان ممكن ان الاستاذ ما وظفش يعني الوسائل اللي هي مناسبه للوصول للهدف. يعني راه مثلا ملي كيلقى بان غالبيه المتعلمين ما وصلوش للهدف المسطر، هذا يعني يعني يجب مراجعه ماذا؟ طريقه او الوسائل اللي كيستعملها الاستاذ. يعني هنا كنتكلموا على مسار، يعني 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 تتكلموا على مسارات لتحسين طرق والاساليب. نعم مستويات النهج التقصي، مستويات النهج التقصي هنا ذكرته غير باش نعطيه، لان ربما كاين واحد الاشكال في المستوى الاول. مثلا المستوى الاول الاطفال راه كتعرفوا السن ديالهم، يعني 6 سنين كيجيهم صعيب انه يتعامل معك في هاد خطوات النهج التقصي. لذلك يعني المسؤوليه هنا تنقسموها ما بين الاستاذ والمتعلم حسب القدرات العقليه ديال المتعلمين. الا كان مثلا القدرات العقليه المتعلمين يعني يلاه بدا كيستوعب دوك المهارات ديال التفكير العلمي، كنحاول ما امكن ان انا كاستاذ كنتحمل المسؤوليه، لان نهج التقصي عاوتاني نقدر انني اختزله في ثلاث مراحل. هذوك الخطوات الاستاذ اسماعيل ممكن اختزله في ثلاث مراحل. غادي نقول ان اول مرحله هو مثلا المشكل، الاجراء، الحل. ملي كنقول المشكل يعني وضعيه الانطلاق، سؤال صياغه سؤال تقصي، الاجراءات هي مثلا اجوبه نقدر ندخلوا هذوك الاجوبه ندخلوها في المشكل. ثم الاجراءات اختبار الفرضيات، يعني تفسير تحليل، ثم الحل يعني الاجابه على السؤال تقصي. هما الاجراءات الثلاثه. هذه المسؤوليه هذه كنقسموها ما بين الاستاذ والمتعلم حسب القدرات. ممكن ان الاستاذ يعطي المشكل وتناقش مع المتعلمين هل المشكل هل الوضعيه هل المشكل، وتعطيهم الاجراءات اللي خصنا نديرو. خصنا نديرو، ما غاديش تخليهم هما يقوموا بالمسؤوليه عليهم. انت كتعطيهم، انت مثلا الاستاذ كتعطيهم الاجراءات. هنا استاذ كنذكروا داك التفويض التدريجي للمسؤوليه. نعم، ممكن تكلموا على التفويض التدريجي للمسؤوليه. ممكن هذه ممكن تكون حتى هي هذا المبدا. هذا ممكن نتكلموا على مستوى التقصي على انه تفويت تدريج المسؤوليه. غير هو هنا تنتكلموا على هذه المسؤوليه الى لحظتي كتدرج. واحد الشويه كانت المسؤوليه 3 على 3 للاستاذ، واحد الشويه تتولي 2 على 3 للاستاذ، واحد الشويه 1 على 3 للاستاذ، واحد الشويه 0 على 3 للاستاذ. يعني المسؤوليه كتولي عند المتعلم كلها. نعم. هاد المستويات حسب اما القدره، ممكن ان نقدروا نلقاو في واحد نفس الفصل مستويات متعدده. مثلا المستوى السادس راه تلقى مثلا فيه مستويات متعدده، تقدر تلقى التلاميذ اللي ما يقدرش يسير مع المسؤوليه الذاتيه. ممكن عاوتاني نقدر نتكلم على المستوى الاول مع المستوى السادس. مثلا المستوى الاول كنعطيه مثلا مستوى صفر تقصي، المستوى السادس كنعطيه مستوى التقصي جوج، اللي هو انه موجه، يعني عندنا منظم، يعني تقسيم منظم. هذا اللي كنقصدوا هنا مستويات النهج التقصي. بالنسبه الى كان واضح استاذ ندوز. بارك الله فيك. نعم واضحه استاذ. الاستاذه ليلى تكلمت على اختبار النمذجه. تكلمنا على النمذجه. المثال اللي غنعطي اللي كيتعطى يعني اللي هو بسيط وغيوصل ان النمذجه مثلا عندنا مثلا موضوع تتكلموا مثلا على تعاقب الليل والنهار. هنا يعني هذا موضوع ممكن انني خصني تسطر الهدف ديالي ان نوصل المتعلمين انهم يفهموا تعاقب الليل والنهار. واش انا نقدر نجيب لهم الشمس والكره الارضيه؟ ما نقدرش. اش غادي ندير؟ غادي نقلد وغنحاكي الشمس والارض. هذا كتسمى النموذج. انت ملي كتجيب الكره الارضيه ما جبتيش الكره الارضيه، جبتي غير نموذج او هذاك الكره الارضيه النموذج ديال الكره الارضيه. ملي كدير المصباح مثلا كدير النموذج ديال الشمس، ديال هذيك كتسمى النموذج. كذلك ممكن نعطيها مثلا في الجهاز الهضمي. مثلا الجهاز الهضمي تعطى في المباريات ديال المباراه ديال 2017 تكلموا قال لك ودي خصك تعطينا انت مثال. عطاوك الموضوع، عطاوك الدرس اللي هو الجهاز الهضمي، وقال لك ودي عطينا واحد فيتو ضيف النمذجه تكلم لينا على كيفاش غنوصل هاد المتعلمين هاد
يتمكنوا ويعرفوا هذا الجهاز الهضمي. يعني الجهاز الهضمي ما غاديش تجيب لهم حتى جهاز هضمي ديال الانسان مثلا، ما يمكنش. اش غادي دير؟ غدير نموذجها، غتجي مثلا واحد اونبو، غتشوف واحد كره مثلا، يعني تتحاول ما يمكن النموذج ديال هذا ديال هذا الجهاز ديال هذا الجهاز الهضمي، هذه كتقصدوا بها النموذج. إذا كان في مستدى ندوزو إلى كان شي سؤال عند الأساتذة. نعم واضح. شكرا شكرا. مروا الأستاذ الحسن. أستاذ الحسن عبد الخالق. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أستاذ. تحيات ربوية. شكرا الأستاذ سي الحسن بن حسين أستاذة، جزاكم الله خيرا. عندي واحد أسئلة، الله يجزيك بخير أستاذ، من فضلكم بالطبع. هل كل دروس النشاط العلمي تستلزم العمل بنهج تقصي؟ أليس هناك دروس لا يمكن تطبيق هذا المنهج النهج فيها؟ هذا السؤال الأول. واضح أستاذ؟ نعم واضح أستاذ. في حالة عدم تمكن التلاميذ من ملامسة سؤال التقصي، ما العمل؟ جزاكم الله خير أستاذ. نعم أستاذ. أستاذ حميد. أستاذ حميد مردودي. تفضل أستاذ. شكرا أستاذة. إذن تحية تربوية للجميع. شكر موصول السي خالد والسي الحسن. مرحبا أستاذ. مرحبا أستاذ. مرحبا أستاذ. تعقيب على السيدة فاطمة، كنظن شي حد فاتح الميكرو. دي فاتح الميكرو يغلقوا عفاكم. السيدة فاطمة السيدة غلقي الميكرو الله يجازيك بخير باش نسمعوا الأستاذ مزيان. تفضل أستاذ. شكرا أستاذ حنان. إذا عندي واحد تعقيب على التعقيب ديالك. السيارة الكهربائية في المستوى الثاني تحت السيارة ديال العلوم الفيزيائية، مشروع يعني في التكنولوجيا، مشروع صنع دار كهربائية بسيطة. هذا فقط يعني تعقيب على تعقيب. إلا سمحتوا السي الحسن، دوك الأنشطة الثلاثة ديال بناء المفهوم التوليف والتقويم والدعم والاستثمار والامتداد، واش كيكونوا في بسوة مثلا في الدرس في الحصة؟ واش كيكونوا هاد الأنشطة الثلاثة ولا لا؟ وسميتو نهج تقصي إلا كاين مثلا في درس مثلا في جوج حصص ولا ثلاثة، واش يعني باختصار واش نهج تقصي حتى هو كيكون في التوليف والتقويم مثلا وفي الاستثمار والامتداد ولا غير في بناء المفهوم؟ شكرا لك استاذ حسين. شكرا استاذ حنان. شكرا شكرا جزيلا للاستاذ الصوبان. استاذ محجوبي. استاذ محجوبي نعم. استاذ او استاذ محجوبي صوت غير مسموع. هذا فتيحة. هذا فتيحة. السلام عليكم. السلام عليكم. عرضي. السؤال ديالي بخصوص النمذجة ماشي هذا فتح الصوت غير واضح. جزاكم بخير. عندنا المشكل ديال الصوت. انا كتسمعيني استاذه حنان؟ دابا الصوت مسموع. تفضل استاذه حنان. سي الحسن الله يجازيكم بخير، عرض قيم ما شاء الله. مرحبا بالوالد. السؤال ديالي سي الحسن هو يعني لكن شي شرح مبسط جزاك بخير الفرق ما بين النمذجة والمحاكاة.
كنبقاو عاوتاني النموذجات في الرياضيات والنموذجات في النشاط العلمي. هناك اختلاف بين النموذجات الرياضيات والنموذجات في النشاط العلمي. إذا كان أيضا شي شرح مبسط لهذا الاختلاف حقيقي. شكرا بزاف. مرحبا. شكرا أستاذة أمينة. أستاذة أمينة. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. نعم. تحيات الربيع. الله يجزيكم بخير اللي تفادي التشويش. المرجو إغلاق الميكروفونات. الله يجزيكم بخير. ما كنسمعوش مزيان. السؤال ديالي نسمعوا الصوت دابا؟ نعم أستاذ أمين تفضلي. السؤال ديالي دابا أنا مثلا كأستاذ ما كانش مسند لي أنني نقري النشاط العلمي، يعني ما كنتش كنقري النشاط العلمي، ما عنديش اطلاع على الحصص على الدروس. كيفاش نقدر نميز بين المراحل الأنشطة؟ مثلا واحد النشاط تحط ليا بناء المفهوم نقدر نعرف ملي تيكون السؤال، وهذا في الاستثمار والامتداد نقدر نعرف إذا كان قضية ديال المشروع، ولكن الحصة ديال التقويم والدعم كيفاش نقدر نميز بأن هذا النشاط خاص بالتوليف التقويم والدعم؟ وإذا كان ممكن هكا شي أنشطة خاصة بالتوليف والدعم. شكرا. شكرا أستاذة أمينة. أستاذة نادا. أستاذة نادا. أستاذ إذا سمحتوا لي الله يجزيكم بخير. نعم. ود المغرب إلا عطيتنا واحد المهلة غير نسلو المغرب الله يجزيكم بخير. واخا. نعم. نعم. واخا أستاذ حسن. يلا نخلي واحد العشرة دقائق ولا هذا ونرجو إن شاء الله بحولين. سي حسين اقلي الميكرو عندك سي حسين ما خدامش سي خالد وي دابا خدام ربما غير استاذ سي خالد عطاتهم شي مولا عطى يصليو المغرب ايه اوكي
استمعت يلا طديت باغي نصلي بما انقطع الصوت. واخا شكرا. الله يقبل.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حنان أستاذة حنان ممكن نواصلوا؟ الله بحول الله. كنا في الأستاذة نادا. تفضلي أستاذة. السلام عليكم أستاذة، شكرا على التأطير الجيد لهذه الدورة التكوينية، وشكرا سيد المفتش بالحسين على هذا العرض القيم الذي كان منذ البداية هو عرض سلس وجميل باعتبار الخطوات التي نهجها. السؤال واللي استفدت منها أكثر، لأنه أنا طلعت على المنهج التقصي نظرا لأنه أسند إلي أنني ندرسه دابا سنتين متتاليتين، ولكن هذا العرض فادني أكثر، شكرا جزيلا. السؤال اللي عندي هو بنفس السؤال اللي طرحه الأساتذة بخصوص تحديد النشاط، هل هو بناء مفهوم أو تقويم ودعم أم امتداد؟ بالنسبة للتقويم ودعم أنا كنشوف بأنه يقدر يكون في خلال حصة بناء المفهوم في المرحلة ديال استثمر وأطبق تعلماتي، لأنه يعتبر تقويم كي كنقولوا يقدر يكون تكويني، يعني هنا غادي نعرفوا بأنه تقويم تكويني، يعني في النشاط هو يستهدف التقويم، أو في الأسبوع الخامس لكل وحدة اللي هو مخصص يعني بشكل مركز للتقويم والدعم اللي كنقوموا فيه كما ذكر السيد المفتش نقدروا نقوموا فيه حتى نج التقصي. بالنسبه لي انا شنو اللي بغيت نعرف اكثر هو المراحل، ان احنا بصدد يعني اننا غادي ندوزوا مباراه ديال التفتيش، فكيتعطانا واحد المقطع غادي نخطوه وغادي نقادوه. بغيت غير يعاود الى جات على خاطر السيد المفتش انه يعاود يحط لنا المراحل اللي غادي نجو، لان في الاول كاين تحديد المضمون، تحديد النشاط هل هو بناء مفهوم تقويم ودعم ام استثمار وامتداد، تحديد الاهداف، نحدد النشاط المقترح ولدعم الفئه المستهدفه، واش غادي نديروه نقدروا نرافقوا بواحد الشبكه ديال تقويم هاد النشاط الداعم لهاد الفئه المتعثره، وشكرا. شكرا استاذه. استاذ نادر بشيري. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مشكورين على هذا العرض القيم الذي قدمتموه. عندي مجموعه من الاسئله بالنسبه للمرتكزات والاسس ديال ومبادئ المنهج. ممكن ان من سيد مفتش انه يوضح لنا شنو الفرق ما بين المرتكزات والاسس والمبادئ باش نفرقوا بيناتهم بالنسبه لبناء المنهج، وكذلك بالنسبه للشبكات قياس التعلمات والتقويم. جاء في العرض ديال السيد المفتش مفهوم الملائمة والموضوعية، ما فهمتش مزيان شنو هو الملائمة بالنسبة للتقويم والموضوعية، المفهومين ما بانوش ليا. ثم بالنسبة للمعايير، ثم بالنسبة للمؤشرات وعلاقتها بالمعيار، واش المؤشرات ممكن ان لينا اننا نبنيوها بطريقه اعتباطيه بالنسبه للاستاذ مثلا بطريقه كيما بغى هو انه يختار مجموعه من المؤشرات اللي تخدم واحد المعيار، ولا ان هناك واحد العلاقه اللي هي منطقيه ما بين المعيار والمؤشر ملي تختاروا المعايير، وكذلك بناء هذه المعايير معايير ديال التقويم واش خلاص تتكون عندها علاقه بالاهداف المسطره، ولكن المؤشرات اللي تبين لنا هذا المعيار واش تحقق ولا ما تحققش، واش هي اعتباطيه ولا عندها واحد البناء منطقي اللي تتبين لنا هذه المعايير وخلاص ولا نطلقيت راه باين سلات نسلم تقدير راه باين. ثم عندي واحد السؤال اذا كان ممكن، التطور ديال المفهوم والاهداف اللي تتطرق من المستوى الاول الى المستوى السادس، واش تيخضع لشي منطق معين؟ مثلا ملي تنشوفوا مثلا النباتات كموضوع، نشوفوا بان التطور ديال الموضوع مثلا ديال النباتات في المستوى الاول، في المستوى الثاني مثلا، بالنسبه للمستوى الثاني، المستوى الثالث، الرابع، الخامس، هناك تطور. هل التطور واش يخضع لشي منطق معين في الاهداف التي تطرقوا اليها في كل مستوى، ولا تيكون اعتباطي بالنسبه اللي اختاروا صاغوا هذا المنهج او هذا المقرر الدراسي حسب المستويات الدراسيه؟ وشكرا وتنعتذر على الاطاله. شكرا استاذ. نظن كل الاساتذه اللي كانوا رافعين اليد ديالهم خداو الكلمه.
تفضل أستاذ. نعم نعم. إجابة على الأسئلة. شكرا. دوب أستاذ حسن، هل يقولوا لكل دروس التشريط العلمي يعني تستلزم منها التقصي؟ ربما أشرت في بداية يعني بداية اللقاء أن هذه المعارف والممارسات العلمية، يعني هذا السؤال ديال لماذا العلوم في المدرسة الابتدائية، أن هذه المعارف وتلك الممارسات العلمية يتم اكتسابها في إطار منهج التقصي. يعني ما كاينش شي درس، يعني ما كنجوز لهذا منهج التقصي. يعني ربما الأستاذ كيتكلم على إلا ما استحضرناش منهج التقصي غتكون تلقين في العلوم، يعني غتكون غير المعارف. غادي نحيد منهج التقصي، غادي نحيد الممارسات العلمية، غتبقى لنا غير المضامين والمحتوى، يعني غنتكلموا على ما هو تلقين والشحن، ما غنبقاوش نذكروا كاع الممارسات. يعني إذا سأقول على أن جميع الدروس في النشاط العلمي تستلزم منهج التقصي. بالنسبة للسؤال، هل في حالة عدم ملامسة سؤال التقصي ما العمل؟ بالنسبة للسؤال هذا يمكن أن نراجع الوضعية اللي عطينا في الأول. يعني الوضعية، منطلق الوضعية هي اللي كتخلينا نوصل، يعني ناخذ بيد هذاك المتعلم حتى يوصل لواحد السؤال. إذا ما وصلش لهذاك السؤال، ربما الخلل كاين في الوضعية، كنحاول نعاودو نغيرو تلك الوضعية الانطلاق، وضعية الانطلاق والسياق اللي حطيت فيه المتعلم أنه يصوغ هذاك السؤال ويوصل ليه ما كانتش مناسبة، إذا سأعيد النظر في هذه الوضعية. بالنسبة للسؤال ديال السي حامي، ربما كان تعقيب على الدار الكهربائية، ذكر أنها في المستوى الثاني. نمشي للسؤال ديالو اللي تكلم على بناء المفهوم، كان سريع شوية في السؤال. ربما بناء المفهوم كيقصد يعني أن هذا البناء المفهوم واش الأنشطة ديالو في درس واحد. أنا اللي فهمت من السؤال ديالو واش بناء مفهوم كيتم في درس واحد. هذا السؤال ربما إذا كان حميد كيسمعني يعاود يصيغ هذا السؤال هذا، لأن ما كان سريع شوية ما سجلتوش. كان ما سجلتش عليه. مرحبا أستاذ حميد. إذا السماح ربما زربت شوية باش سميتو. لا غير سميتو الأنشطة يعني ديال البناء المفهوم، يعني نمشي لا بصيغة أخرى، ناج تقصي واش كيتدار في بناء المفهوم بوحدو ولا في جميع الأنشطة الثلاث؟ يعني بصيغة أخرى، توليف والتقويم والاستثمار والامتداد، واش كيكون فيهم مثلا ناج تقصي ولا لا؟ في نظرك السي حميد، نعطيك سؤال مباشر. مثلا مرة. في النشاط ديال الأنشطة ديال التوليف، يعني ما كاينش هنا بناء المفهوم، هل سأحتاج إلى تجربة وإلى هل سأحتاج إلى اختبار فرضيات؟ سأحتاج إلى تحليل أو تفسير؟ هل سأحتاج إلى وضعية؟ إلى ما كانش هنا، يعني ما غنستعملوش هنا ناج التقصي. فوالا، وأنا داكشي اللي سميتو اللي في بالي. يعني ناج التقصي كنستعملو بالدرجة الأولى في بناء المفهوم، ولكن هو راه في حد ذاته هدف، يعني ماشي كنستعملو كأوتية، يعني كوسيلة، ولكن في حد ذاته هدف يوصل ليه المتعلم أنه هو يتبناه، أنه يخدمه في أي مشكلة تحطات قدامه، أنه يستعمل هذاك المنهج، هذاك النهج. هذا هو الهدف من هذا النهج التقصي. شكرا أستاذ الحسن. بالنسبة للأستاذة فاتحة، تكلمت على النمذجة والمحاكاة. نعم، وذكرت أن شنو الفرق بين النمذجة وانتقلت بين الرياضيات. هو النمذجة في الرياضيات تختلف عن النمذجة في النشاط العلمي. يعني كنتكلموا على الرياضيات، كنتكلموا على أن كاينة واحد وضعية حقيقية فيها أرقام، فيها أعداد، وكنحولها يعني لواحد رموز رياضياتية، هذه كتسمى النمذجة في الرياضيات. أما بالنسبة للنمذجة في النشاط العلمي، فالنمذجة هو واحد العملية كيوظفها المتعلم أو الأستاذ لنمذجة لمحاكاة واحد ظاهرة طبيعية اللي ما نقدروش نستوعبوها ولا نحضرو وحدنا. هذا هو الغرض بالنمذجة. وعطيت مثال، مثلا في تعاقب الليل والنهار، عطيت مثال في
جهاز الهضمي، يعني كاين مجموعه من الامثله اللي كنستحضر فيها النموذج هذا، كنقصدوا بهذا هو الفرق بين النموذج والمحاكاه يعني في الرياضيات وفي النشاط العلمي. بالنسبه للاستاذ نعم دابا وصل استعمال الفيديو التعليمي نعم كلام درجه كلام درجه ممكن نعتبره هو الفيديو التعليمي. هنا كنستعمل هذا توثيق وثيق يعني توثيقي ما نقولوش نمدجة، ممكن ان هذاك الفيديو يتطرق لشي حاجه حقيقيه ماشي خياليه، مثلا انا نطرق للتطور يعني النباتات، يعني المده الزمنيه ما كتحكينيش انني يلاحظوا معايا المتعلمين هذيك النبته كيفاش كتنمو، ولكن استعملت واحد الشريط هذا كيتسمى استعمال يعني التوثيق ماشي النمدجة. يعني فيديو راه هو مجموعه من الصور، حقيقه الامر راه فيديو هو مجموعه من الصور يعني متعاقبه بواحد السرعه. استاذ انا استاذ النمدجة ضروري تكون شي حاجه مخصوصه لهذا النمدجة. استاذ ممكن نقولوا مثلا نموذج ساعه مثلا بالنسبه للتلميذ في الرياضيات، او لا بعد مثلا مجسمات نموذج لمجسم. لا غير ما نخلطوش استاذ حنان بين الرياضيات والنشاط العلمي. هي ما نخلطوش ما بين الرياضيات والنشاط العلمي. ملي تنتكلموا على النشاط العلمي تنجي تن مثلا تنحط واحد السؤال تقصي طرحناه، بغينا نتاكدوا منه حطينا مجموعه من الفرضيات، بغينا نتاكدوا منه تجربه ما كتسعفناش، يعني المناوله ما كتسعفناش، ما قدرنا المناوله ما كتقدرش اننا تمكننا من اختبار تلك الفرضيات، ما عندنا الا نحاكيو يعني نمدجو هذيك الظاهره بواسطه يعني ممكن مجسمات ممكن اشكال ممكن شحال من حاجه، يعني كنحاولوا ما امكن نمثلوا بحال اعاده هذيك الظاهره وقريبه منها ديال النمدجه. نعم استاذ شكرا. بالنسبه للاستاذه امينه بالنسبه للتمييز بين الانشطه التوليف، هذا ربما بعض الاختبارات انا طلعت حللت بعض الاسئله او الاختبارات تلقى اما كيعطوه لك كسؤال بيج، يعني ان انت تكون ذكي باش تقلب على هذاك النشاط واش اللي حطوا لك واش تقويمي، وكيكون يعني سؤال نيت، يعني انت تقدر تجبدو من خلال الوضعيه اللي تحطات في الاول وتعطات كنقرا الوضعيه مزيان وكنشم ريحه التقويم فيها ولا بناء المفهوم ولا الاستثمار الابتدائي. وكاين اختبارات اللي كيصرحوا صراحه ان هذا النشاط يخص مثلا انشطه التوليف ولا انشطه بناء المفهوم، بحال مثلا هذاك الاختبار الاخير ديال 2020 تكلموا على مكونات الهواء، هذا بناء المفهوم. لماذا؟ لان كانت مناقشه بين المتعلمين والاستاذه هذيك الوضعيه اللي حطوا، يعني راه كتبان من خلال الوضعيه اللي حطوا الى اي نوع من انواع الانشطه تنتمي هذيك الوضعيه التقويميه. إذا كان واضح ندوز للسؤال الآخر ديال ندى ديال الأستاذة ندى، عندنا بخصوص تحديد النشاط، يعني تكلمات وقالت أن فعلا هي طرحات هذه القضية ديال أن التقويم، راه ذكرت في التعريف ديال التقويم أنه مندمج، ما يمكنش أن نفصلوا التقويم على بناء مثلا المفهوم، يقول راه بناء المفهوم ما فيهش تقويم، راه كدير التقويم أثناء بناء اثناء بناء المفهوم مثلا في اختبارات واحد اختبار امتحانات مثلا ديال الكفاءه المهنيه، تكلموا على كيف يتم تقويم خطوات النهج التجريبي، والسؤال اللي غادي تطرحوا على نفسك هو ان ذوك خطوات النهج التجريبي تتم اثناء بناء المفهوم، يعني راه كنقوم نيت بواسطه اداه اللي هي شبكه التقويم هذوك الممارسات ديال هذوك الخطوات. واش مثلا كنسول كنلاحظ ماذا تمكن المتعلم من صياغه سؤال التقصي، هذه خطوه، ماذا تمكن المتعلم من اقتراح فرضيات يعني مناسبه للسؤال. اذا هنا التقويم راه ليس منفصلا على بناء المفهوم او كذا المعزول، هو مندمج، هو سيروره دائما كاين، هو عنده اساليب، تكلمت على الاساليب، اساليب اخرى مثلا مراقبه مستمره، مثلا كتكون في مثلا في الاسبوع ديال التقويم تاع مجموعه من الانشطه ديال التوليف والاستثمار اللي هي خاصه بالتقويم، ولكن اثناء بناء التقويم ايضا راه فيه التقويم، كنتكلموا على التقويم اثناء بناء الدرس.
اثناء ديال الدرس كيكون يعني كتدير واحد الفيدباك، يعني واحد دائما كتسول، كطرح اسئله، كتعطيهم نشاط مثلا اللي كتديكتي، يعني كتشوف مدى الوصول، يعني كتقيس ديك المسافه بين فين وصلوا والهدف المسطح. يعني التقويم راه حاضر، هو سيروه. بالنسبه لشبكه التقويم قبل استاذ واقيلا كاين مرتكزات والمبادئ، شي استاذ يمكن الفرق ما بيناتهم المرتكزات والمبادئ والاسس. وانا غادي نعطي باش يميز بين المرتكزات والمبادئ والاسس بين لحظتين اساسيتين. اللحظه الاولى هو مثلا قبل ما نحطوا المنهج، غنقول قبل ما نحطوا المنهج على ماذا سيرتكز هذا المنهج. سيرتكز ماذا؟ على مثلا مهارات القرن 21، سيرتكز مثلا على التنميه المستدامه، سيرتكز مثلا على الثقافه العلميه. هادو كيتسموا مرتكزات. ملي كنتكلم على المبادئ والاسس، هادو المبادئ والاسس هي التي يستحضرها الاستاذ بعد وضع المنهج. يعني ملي كيدخل الاستاذ كيعطي الدرس ديالو، يستحضر مجموعه من المبادئ والاسس في تدريس ماده نشاط علمي، كمثلا المحيط، يستحضر مثلا الملاحظه، يستحضر اليه التفكير العلمي. إذن هادو هما المبادئ والأسس وليس مرتكزات ديال المنهج. ربما إذا كانت واضحة هذه المرتكزات، الفرق ما بين المرتكزات والمبادئ والأسس. نعم. الشبكات قياس أستاذ واحد تساؤل بالنسبة للنمذجة ولا التوثيق، هو بالنسبة مثلا مجسم ديال جسم الإنسان مثلا، هل يمكن أن تبقى له توثيقا أم نمذجة مثلا؟ نمذجة. هذا ربما يدخل ضمن النمذجة. يدخل ضمن النمذجة. نعم. جيد، الله يجزك بخير. حتى التوثيق فيه ذوك المجسمات في التعريف، كنت شفت المجسمات، ما عرفتش واش المجسمات يقصد به، يعني ذوك المكعبات وذاك الأهرام مثلا يعطى للتلاميذ على أساس أنه حقيقي. على حسب الوضعية. هي على حسب الوضعيه اللي لان ممكن هذا مثلا هذا المجسم ديال جسم الانسان مثلا ممكن يكون توثيقي حسب ما الهدف من الدرس. الا مثلا كنتكلم انا على جهاز هضمي وبغيت نتعرف على الاعضاء ديال يعني الوظائف والاعضاء وكذا، انا كنتكلم على النمذجه. الا مثلا كنتكلموا مثلا على التوثيق ديال جسم الانسان في لحظات معينه اثناء مثلا في الصغر ديالو مثلا في مراحل النمو مثلا، هذه راه كنتكلم على التوثيق. نعم. كنا النموذج كما عرفها النموذج يتم فيه تبسيط عناصر العالم الواقعي ويعرض فيه صيغه يمكن توفيرها في حجره الدرس. يعني هو تبسيط لعناصر العالم الواقعي. تمام. بمعنى ان جسم الانسان يعني هو كائن حي، ما يمكنناش نعرفو ندخلو في وسطو كما قلت، يعني ما يمكنناش نشوفو الكره الارضيه من يعني المستحيل انك تجيب للتلميذ الكره الارضيه، وبالتالي كتجيب له المجسم ديال الكره الارضيه وحولها الاقمار مثلا والشمس وكذا، ويتم تجسيد مثلا ذاك عمليه دوران الارض حول نفسها وحول الشمس مثلا لتجسيد تعاقب الليل والنهار مثلا والسنه وكذا. بمعنى ان الجسم الانسان يعني انه شيء لا يمكن ان نغوص داخله، وبالتالي يتم تجسيده في نموذج مبسط يتم تقديمه للتلاميذ للتعرف عليه. يعني هذا النموذج. التوثيق وحده يعني انك توثيق يعني انه غادي دير واحد مثلا الفيديو يوضح مثلا الاغذيه في المريء مثلا الى المعده الى الجهاز الهضمي مثلا. نعم، لحظات غالبا التوثيق يوثق اللحظات. هل هناك طرق اخرى؟ هل هناك وسائل اخرى للتجريب مثلا بين غير التوثيق ولا النمذجة؟ تكلمنا عليه مؤسس، تكلمنا على المناوله. لان ما حضرتش معكم صراحه. تكلمنا على نعاودو منك أستاذ، تكلمنا على تجريب والمناوله، تجريب او المناوله، تكلمنا على النمذجه، التوثيق،
معاينه مباشره، كاين الرحلات مثلا والخرجات، دولي كاينين. الله يجزك بخير، شكرا. معاينه مباشره كنقصدوا بها مثلا بحال مثلا الكائنات الدقيقه، نعطيكم مثال ديال الكائنات الدقيقه، كان عين مباشره بعينيه بالعين مجرده او بواسطه مجهر، يعني مباشره يعين الكائنات الدقيقه وسط التربه. السلام عليكم. نعم استاذ. الله يكثر خير. نسول عندي هنا استحضروا فيما يخص المرتكزات، الى واخا غادي ندير واحد الامتداد يكون عام افقي، ربما هنا المرتكز الخاص بالنشاط العلمي ربما هي نشاط الخاصه بالمهارات الحياتيه على ما اتذكر. نلاحظ ان مهارات القرن 21 و ثم اهداف التنميه المستدامه كنلقى هنا واحد قاسم مشترك بيناتهم ربما كاين بين. لا هنا سي اسماعيل، بالنسبه للمهارات الحياتيه هي ضمن المرتكزات، المرتكزات اشمل من المهارات الحياتيه. المهارات الحياتيه